الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. والأهلي يحلق منفردا في سماء الإبداع، الكل يقول له طير أنت. إبراهيم، طير أنت وأنت هتطير معاه. أنا بص، أحلى حاجة أنك تخش على الحلقة والأهلي كسبان. أنا بشيل هم. أحلى حاجة أنك تبقى سعيد. ما هو أنت بتشيل هم الحلقة، عايز الأهلي يخش عشان نعرف نشتغل يكسب. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة الخميس من برنامجكم ملك وكتابة. وزي ما المهندس عدلي قال لكم، هي لحظات فعلا الزهو بالأهلي، السعادة بالأهلي، وأيضا الفرحة الكبيرة اللي بيعيشها جمهور النادي الأهلي، مش بس علشان هذا الأداء وهذه الصدارة وهذا الاقتراب الكبير من الاحتفاظ بلقب مرموق ومفضل لدى جماهير النادي الأهلي، لكن علشان وصلات المتعة اللي الأهلي بيعمله بيمتع كل جماهير الكرة عامة، وده اللي هتلاقوه في مضمون حلقة الليلة التي تحمل عنوانا واحدا رئيسيا: أهل الإقناع والإمتاع. لأنه الحقيقة مفيش أكثر من كده إقناع بكل المكاسب اللي بتتحقق. عشنا مع الأهلي عدة مراحل. والكل يقول اصل الاهلي بيكسب بس مفيش متعه، اصل وهي مرحله كانت هامه جدا، لان الاهلي كان عنده مؤجلات كتير. ايوه، ومكانته في الجدول لا تعبر عن حقيقه الامر. وهو مكان في المجهول، هتكسب كل اللقاءات الصعبه اللي جايه ولا لا؟ ما ان تحقق الهدف باعتلاء القمه، نقلت على الهدف الثاني وهو الابداع والامتاع، اللي بياتي نتيجه بقى ايه؟ الكل حافظ والكل نفسه يعني باكا. شوف الاجوان بتيجي ازاي. باكا لاعبك المهالمبي. باكا يا باكا. قعد مكاسب رحله السعوديه طبعا. لانه هو خد الثقه وراح وجاب جون جميل بس وعاد ياخد فرصه ويكمل. طبعا. فالاقناع من انه الاهلي بهذا الشكل، لا، بمنتهى القوه بيقنع كل الناس بفارق يصل للنقطة 57 عشان يبقى فارق بينه وبين الإسماعيلي الوصيف 12 نقطة كاملة، دستة كاملة وصل لها الأهلي من فارق النقاط. بس كمان هذا اللاعب المغربي الشقي وليد أزارو وصل هو الآخر لدستة أهداف يزاحم بها أو يصل بها مع جون أنطوي للمنافسة على هداف المسابقة. فانتوا شايفين انه فرص الاقناع والامتاع كتيره جدا لدى لاعبي النادي الاهلي. كابتن حسام البدري يقود المساله زي ما قلناها لكم من كام حلقه بخبره عاليه جدا وبتأني شديد. عشان كده انا استغربت جدا ان البعض بيتكلم من الزملاء الفتره اللي فاتت الاهلي مع اي حد بيكسب دوري. ده كلام يعني الحقيقه بيقلل كتير جدا. الاهلي خد بطولات مع كل المدربين، بس ما هم دول مدربين. لكن من الظلم ان انا مدرب يصل بشكل فني الى هذا المستوى المتطور جدا، يدير عناصر لعيبه بكل هذه الحكمه وهذا الوضوح وهذه العداله وهذه الصرامه وهذا التناسق الفني والتكتيكي، ويطور اللعب ويدي عناصر جديده، وبعد كده يتقال ما هو الاهلي بيكسب باي مدرب ولو ما اعرفش مين. طب ما هو لما الاهلي بيكسب باي مدرب، ليه بتقصوا على الاهلي انتوا دايما لو حتى ماتش ما اداش بشكل كويس؟ يعني انا عايز بس ايه الجون الثالث اللي بيتعرض قدامنا ده يا استاذ ابراهيم؟ الكره الثالث اهو، الثاني اللي انت بتتكلم عن الثالث. ارجع لي على الثالث. هو الثلاث جوان ملعوبين. الجون الثاني ده الهدف الثالث ده. الجون الثاني، لا انا عايز الجون الثاني. الجون الثاني يا شوارب اهو، مين اللي شاط الكره فيرستاين في الاول وهي جايه متصلحه؟ اعتقد السلية ولا مين اللي شاطها الاول؟ السلية شاط. لا بص تاني شوف هيعمل ايه. السلية شاطت رجعت له وكمل، راح مكمل اصرار بالهيد، حوار بالهيد، حوار بالرأس، فيرست تايم حوار، ما نزلتش الكوره على الارض. كوره طايره من ساعه ما لعبها المدافع او خبطت في المدافع. بقول لك فولي بول المقاولون، فولي بول ما نزلتش على ده. معنى ايه؟ ان الكثافه وطريقه الارتكاز بتاعت لاعبي النادي الاهلي في ال 18 خلاص في نهم انك تجيب اجوان، وفي اصرار ورغبه شديده جدا.
تعكس الحالة البدنية والحالة المزاجية رغم الإرهاق الشديد الذي حذر منه حتى وكابتن حسام يفوز 3 على الاتحاد ثم 3 على المقاولين. ها قال لهم ما تفتكروش ان انا يعني ما معناه يعني ان انا سعيد واحاول اكلمكم، بقول لكم ما يحدث شديد الخطوره على الكره المصريه، لا يمكن تتالي المباراه بهذا الامر، وهو يعالج الامر على اعلى ما يكون العلاج. صحيح، الكابتن حسام البدري بيستحق لدى كل النقاد والخبراء والمحللين اللي فاهمينه والمتابعين انه هو راخر بلقب افضل مدرب في مصر وغير البعيدة، طريقه اللعب والاختراق واجاي بيلعب ازاي والسعيد بيروح فين، تناغم حافظين بعض يعني، لعبوا كوره واخترق قالوا بعض. بس حطها لي في مساحه انا هكون موجود فيها. ايوه ما هوش عشوائي الجون ده. ايوه فحاجه جميله يعني، بسم الله ما شاء الله ربي يكمل. الاهلي كسب المقاولين 3-0، الاجوان اللي انتم شايفينها كانت المباراه مؤجله من الاسبوع السادس فوصل للنقطه 57 عشان يعزز الصداره بفارق دسته كامله 12 نقطه له عن الاسماعيلي، وقلت لكم انه ازارو ايضا وصل للهدف ال 12 في سباق الهدافين تساوى مع جون انطوي وعمر السعيد. عبد الله السعيد ايضا صعد للمركز الثالث في سباق الهدافين برصيد 10 اهداف مع كالديرون، وهو صانع الالعاب الذي يبدا الهجمه وينهيها، وهو صانع المتعه والخطوره. لا، يبدا الهجمه وينهيها. صحيح، يعني العمليه فيها شيء من التنظيم الهائل جدا، ولذلك مفيش مغالاه لما كل الناس زي ما هنشوف تشيد بالاهلي وتحطه في منطقه مختلفه. طيب، بجانب هذه المكاسب بقى الفنيه وهذه النشوه اللي الجماهير بيعيشها، مجلس اداره النادي الاهلي ايضا برئاسه الكابتن محمود الخطيب يواصل عددا من القرارات المهمه جدا ايضا في تطوير منظومه الاداء، في تفعيل العمل والهيكل الاداري، وايضا في المسارعه بانجاز كل ما وعد به الكابتن محمود الخطيب واعضاء قائمته ابان الانتخابات. مجلس الاداره امبارح قرر اعتماد عده قرارات، منها اعتماد قرارات لجنه الكره الخاصه باعارات اللاعبين اللي تمت وتم تنفيذها، بالاضافه انه وده القرار المهم الحقيقه، قرار فيه الكثير من معاني الشفافيه، واتمنى انه اعضاء النادي يحرصوا على متابعة هذا الأمر، إنه مجلس الإدارة بعد 2 من عمله ياخد قرار بإنه هيقدم للجمعية العمومية لأعضاء النادي والجماهير الأهلي اللي هم شركاء في تسيير النادي والحفاظ عليه، يقدم لهم كشف حساب باللي تم خلال هذين الشهرين، إيه اللي تم فيهم وإيه تفسير كل اللي حصل وإيه الخطوات الجاية القريبة. دي مسألة أعتقد يا باشمهندس فيها الكثير من معاني الشفافيه اللي الناس لازم تحرص عليها. مش بس الشفافيه، ليس مقصودا هنا الشفافيه فقط، لكن مقصود حاسبونا على اللي قلناه. احنا جادين، لان الاهلي يتعرض في الفتره الاخيره الى حمله في التشكيك في جديه كل الامور. ويعني نتبحبح شويه في الحته دي، لان الحقيقه ولا شيء انت بخليكش تتبحبح، لا يعني الحته دي عايزه مني ومنك ما تتفرجش عليا. ايوه لان عندك الكثير تقوله. صدق. كنت بتكلمني فيه. الاهلي يتعرض لنوع من انواع الغيره القاتله التي تدمر صاحبها. عدد الناس المنافسين على الاهلي دلوقتي اللي بيشكوك في كل حاجه، كل حاجه لازم تشكيك. ف أما أن الأمر لدى الأهلي جدا جدا ويدخل إلى حيز التنفيذ في كثير من الأمور، يجي المؤتمر ده يضع النقاط على الحروف. منتظرينه، منتظرين تفاصيل فيه، منتظرين أن الضغط يترفع. عن أنا مش عايز حد الضغط يترفع، الناس الأسوياء إن ما فرحولناش مش هيحقدوا، لكن الناس اللي لابدين في الدوره وفاهمين ان هم بيعملوا يعني عمل خبيث قوي وهيدربكوا لنا الدنيا، حبيبي انت هو العبوا غيرها، والله ما انتوا قد اللعبه لانها مكشوفه. وقلنا لكم ان جماهير الاهلي هي درع وسيفه، جماهير الاهلي هي كفيله. اما بقى تخش لي في السعواده والكفيل وبتاع الكلام، شغل البنات تليح الكلام، واخد بالك؟ يا ناس قول يا بوبي. في الاخر ما تغاظوا، بلاش خيابه، اتبهوا لناديكوا
ها انتبهوا للي بتحبوه وانسونا، يمكن ربنا يكرمكم. لكن طول ما انتوا حاطيننا في دماغكم وفاهمين ان انتوا من خلال اللجان الالكترونيه واجتماعات ايوه التجمع اللي انت عارف العنوان اللي بيتجمعوا فيه بالظبط، وواحد يستخبى قال خلاص ده خلاص اتحرق اصل ده ما بيتكلمش. لكن فاهم ان هو لما يبعد ويبعت الفقاقيع بتاعته تنفجر دي فقاقيع مش هتؤذي حد. انت عارف اللعبه اللي بتنفخها دي انت بتعملها كده تفاح وبتبقى بتلهو بيها. اوعى تفتكر انك بتعمل انفجارات. النادي الاهلي سيمضي باذن الله، سيمضي لان في نوايا طيبه وفي جهود لناس بتحبه، وربنا هو اللي بيحط لك الناس اللي تساعدك. الغل بقى ياكل صاحب. احنا فرحانين بفرقتنا، احنا فرحانين بما يتحقق على ارض الواقع حتى الان من المجلس، فرحانين بثقه جماهير الاهلي في الاهلي، فرحانين بتصدي وان الجماهير تنبري للدفاع عن النادي الاهلي وتوقد اي فتنه. اما الباقي اللي بعضهم فاهم انه محسوب على الاهلي، ما انتش محسوب على الاهلي. انت محسوب، انت هتكلمني عندك شويه تفاصيل انا يعني قلتها لي هديك الحق فيها. انا الحلقه اللي فاتت قلت لكم الانتخابات لسه ما خلصتش، وانه في ناس شعارها مكملين، وانا اعتقد في حد قال لك ان احنا قلت لك المكالمه ده كله معناه ايه يا جماعه؟ قلت لك المكالمه سلم لي على الهبه راجع احنا راجعين. ما يرجع ما يجي الميعاد يرجع اهلا وسهلا. لكن ما تقعدليش من دلوقتي مع كل كلمه تقول لي مش عارف كاني وماني. لا يعني عشان برضو يتكلم باكثر وضوحا شويه، النادي الاهلي لما يعلن عن مشروعات استثماريه كبيره، ولما المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئه العامه للرياضه السعوديه، رئيس شرف النادي الاهلي ورئيس الاتحاد العربي لكره القدم، يعلن عن حماسه الشديد لدخول بعدد من المستثمرين السعوديين والاماراتيين والمصريين لدعم النادي الاهلي، اعتقد ده المفروض يسعد كل الناس. يسعد بس هم عايزينها سعواده. ايوه واخد بالك عايزينها سعواده ليه؟ فانا اتفضل. لان لما كان منصور البلوي بيدعم الزمالك ما كانش سعواده، ولا لما كان ولما نلعب عبد السلام بناجه مثلا في فتره طويله ما كانش سعواده. هؤلاء الناس بتحب الاهلي والزمالك. لما يقفوا جنبهم نحترم هذه المبادرات ونقدرها، مش نحاول يعني انت ايه قاعدين زي خالتي بامبا ينبروا ولا يقدموا حلول. وبعدين لما يعلن عن مثل هذه المشروعات الاستثماريه العملاقه اللي المفترض ساعه لما اتقالت وساعه لما تركي آل شيخ التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرض عليه افكار ورؤى الاستثمار الرياضي وهذه التشاركيه مع النادي الاهلي ودفع الرياضه المصريه، كانت الانطباعات هائله جدا ورائعه في سبيل المزيد من تشجيع الاستثمارات العربيه في مصر، ولتكن في الجزئيه ديت في الرافد الرياضي. انا اعتقد ان ده شيء يسعد كل مصري. هذا التلاحم كل وهذا مصري سوي، كل مصري سوي يجب ان يسعده المزيد من التلاحم والتلاقي بين مصر والسعوديه ومصر والامارات ومصر والبحرين، دول المواجهه مع خطر الارهاب. وفي الاخر هو ده مش استثمار داخل مصر؟ ثانيا لما يكون هذا المشروع العملاق له هذه الاهداف النوعيه الكبيره جدا اللي اعلن عن بعض الخيوط فيها، نسمع بقى الكلام الفارغ. هو فين مكان الاستاد؟ هو انت مالك؟ اعتقد الكلام كان واضح جدا انه وقت ما الدولة نفسها هتستقر على اختيار المكان وفقا لدراسات مع الدولة، لان انت بتتكلم في مشروع رياضي عملاق، الدولة معنية انه تنسق مع النادي الاهلي ومع مجموعة المستثمرين في اختيار المكان المناسب، وقد تم. فيتقال لا ده مشروع فنكوش. اسمعني اصل ايه ما تهمش تحديد الميعاد، ده كده يبقى مشروع فنكوش. هو سيادتك من الجهاز المركزي ولا مسؤول على التفتيش؟ انت من حقك تسأل ايه التفاصيل، لكن ده احترام للرأي العام. لكن وانس ما هيتم الاتفاق على كل هذه التفاصيل، المجلس والنادي هيكون أكثر المسارعين
باعلان كل التفاصيل، لكن انا بتكلم على مشروع استثماري. انا لسه ما استقرتش على المكان وفقا للدوله، لانه الاهلي عنده ارض في الشيخ زايد وعنده ارض اخذها في التجمع الخامس فيها بعض الملاحظات الفنيه والهندسيه، لكنه ما حدش اتكلم فيها برضه. عايز تتكلم فيها؟ اتفضل. يعني خليني بس يعني بس انا بس عشان تكمل لان النقطه دي شديده الخطوره. ولو احنا او اداره النادي الاهلي الحاليه عايزه انها تحرج حد كانت اتكلمت من اول يوم في هذا الامر. احنا طبعا خلال فتره الانتخابات الاخيره الايام الاخيره يعني لقينا افتتاح وضع حجر اساس في موقع الاهلي في التجمع الخامس. فيما يشبه استلام الارض او استلام الارض. ايوه. فلما جه النادي الاهلي يستلم كل الملفات استلاما واقعيا من الادارات السابقه، راح مع الاداره الهندسيه السابقه، فوجئ بوضع يعني هنتحدث عنه بالصور عندما يؤذن لنا بالحديث، لانه يعني كابتن قال مش وقته لما نحل المشاكل الاول. ومش وقته لعدم الإساءة لأي مجلس يشتغل. لا في مشاكل يا أستاذ إبراهيم ما فيهاش إساءة. في حاجات تصل إلى حد الغفلة. مش المجلس بقى. الأجهزة اللي استلمت. أيوه. واخد بالك؟ أيوه. الأجهزة اللي استلمت على وضع لا يمكن البدء في هذا المكان في أي نوع من أنواع الإنشاءات إلا بعد ما يفوق ال 150 مليون جنيه لتعيد الارض حتى تبدا فيها. تم تجريف التربه ومتجرفه يعني مئات ايه؟ ملايين الامتار من الرمل مجرفه. كان يجب ان يحل، لان انت وانت بتدور بقى على الموقع الجديد بتدور على ايه؟ في شيخ زايد ولا في التجمع؟ ودي الارض اللي عندك. شيخ زايد هناك مشكله ارتفاعات عشان مسار المهبط الطائرات. اصبح التجمع، طيب التجمع الارض يا نهار ابيض عايز تبتدي عشان تفكر. فكان لابد من حل هذه المشكله، واعتقد انها تم حلها. فلما تيجي تقول لي فنكوش ايه ده، انت في شهرين حليت مشكله ها واستقريت على مكان. يعني اللي انا عايز اقوله ايه، ارجو بس ان الامور تنتهي في هذا الاطار، لان الحقيقه ان فتح هذا الموضوع في منتهى الخطوره. يعني مين اللي تسلم هذه الارض اذا كان على وضعها، او مين اللي تسلمها وبعدين اتجرفت بالشكل ده؟ فيتقال انه لا اصله سعوده الاهلي. طب هو ومش امراته الاهلي؟ واذا كان هذا المشروع مشروع استثماري مشترك، واذا كانت الدوله بكل اجهزتها وبكل سياساتها بتسعى بكل قوه لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر، لما يجي مشروع عملاق بهذا الحجم، الانتماءات والمصالح ورواسب الانتخابات تقلبها لبس كل هذه الفرقة بين الشعوب علشان أهل وزمالك، أو علشان مساندة مرشح سابق ضد مجلس موجود. احنا كان شعارنا وكان لا يزال كل دول أهلي. المهندس محمود طاهر ومجلس إدارته جزء من تاريخ النادي الأهلي، لهم كل التقدير على ما أنجزوه. التاريخ يحاسب، التاريخ يشيد، التاريخ يشكر، التاريخ يشجب. أي مجلس بيسلم عمله بقى في ذمة التاريخ، الناس هي اللي بتحكم بعد كده. على الأقل لما حاليا تم تصحيح بعض الأوضاع الخاطئة، المجلس الحالي ما بيسرعش أبدا إنه يعلن عن ده احتراما لصوابة النادي. يعني لكن انتوا كمان بلاش هذا التحريض، بلاش هذه الاهاله للتراب على ناس بتشتغل، وبلاش التطاول والتجاوز. واحد يقول لك الفنكوش، واحد يقول لك تصميم الأبواب بيننا وبين بتصرف غير محسوب. الموضوع تجاوز الاهلي و مستشار تركي الى الاهلي والسعوديه الى مصر والسعوديه. هذه استثمارات ومصالح متبادله، احنا بنتكلم على اكبر شعب. واللي بيبص لها كده على فكره بيبص لها من النافذه السياسيه برضه. ما هو مش شفنا المقال بتاع المصر اليوم بتاع الاستاذ عبد الناصر سلامه. خد المقال عنوان وكله في السياسه بالظبط. الجمهور بقى، وقد اشار المهندس عادل ان ده الدرع الواقي للنادي الاهلي، لا ذكي جدا وعارف كل حاجه، وعارف انه الاخوه
اللي زعلهم قوي انه يتم دعم صفقات النادي الاهلي في صفقه صلاح محسن مثلا، هم نفسهم اللي بيحدفوا طوب على هذا الدعم لهذه الصفقه، اللي ابتهجوا جدا لنفس التمويل اللي راح لصفقه عنتر للزمالك. شوفوا بقى الازدواجيه. مش عنتر، اسمه النقاز. النجاز. النقاز للزمالك. يا جماعه ده نفس مصدر الدعم، لاعب بلاعب. يمكن الفلوس اللي جابت لاعب الزمالك ربما تكون اكتر. طب ليه هذه الازدواجيه؟ ليه المحاوله المكشوفه قوي لاعاقه مسيره نادي الزمالك يتقدم ويشتغل ويتحرك ويتساعد ويدعم، والاهلي يشتغل ويساعد ويدعم، بس انتوا ايه فكره هذه الازدواجيه المعيبه قوي والواضحه جدا عن نفس الشخص تجاه نفس الدوله بنفس الدعم؟ هنا جريمه ومشكله وسعواده وكلام فارغ، وهنا تسقيف وتهليل والله وشكرا. والعلاقات بين الدول تتحسب بالطريقه دي؟ العلاقات بين انا هقول حاجه، عبر تاريخ الزمالك والاهلي هناك محبين من الوطن العربي طبعا، يساندون هنا وهنا، كانوا محل التوقير والتكريم، وسيظلوا محل التوقير والتكريم، خاصه عندما يكون مبدا ان المحب يساعدك بطريقه وين وين بالظبط، فوز وانا فوز. يعني انا قلت لك المستشار تركي الشيخ بالمبلغ اللي خد به صفقات الاعاره، وتبدو انها دعم للنادي الاهلي، دعم الانديه لانه اداها لهم ببلاش كل اللعيبه دي، ودعم الدوري السعودي انه خد نجومه وداها اسبانيا ببلاش. فاذا مبلغ واحد استثمره قلبه ثلاث مرات. هذه هي الرؤيه، هذا هو الاحتراف، هذا هو الاحترام، هذه هي معنى التكافؤ في تبادل العلاقات. اما انك تحاول تسمم البير انت اللي هتشرب منه. احنا بنقول يعني نفهم انك مش سعيد معانا، خليك بس اشتغل لنفسك، اشتغل اللي بتحبه، ابعد عننا. ما تفتكرش انك لما هتشتغل من ورا البارافان محدش شايفك. لا، شايفينك، لان اللي انت مصدر شايفينك اللي ورا البارافان، شايفينك اللي ورا البارافان، لانك اللي انت مصدرهم على الاقل انت اشطر منه. ارجو ان احنا ما نحتاجش للمزيد من التوضيح اكتر من كده. كمان مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب كان قرر في اجتماعه الاخير اضافه الدكتوره رانيا علواني عضو المجلس الى تشكيل مجلس اداره شركه الاهلي للانتاج الاعلامي اللي بيراسه هذا المجلس الكابتن محمود الخطيب، وفيه الاستاذ العامري فاروق عضو مجلس الاداره، والاستاذ نائب رئيس النادي، والاستاذ خالد درندلي امين الصندوق. اضيف للتشكيل الدكتوره رانيا علواني، وكانت بالمناسبه بمناسبه ملف شركه مسك، كان قبل ايام الاجتماع اللي عقده الكابتن محمود الخطيب والاستاذ العمري فاروق مع مسؤولي وقيادات شركه ايجل كابيتال، اللي تفهمت بشكل واضح جدا عقد النادي الاهلي مع شركه، او عقد شركه الاهلي للانتاج الاعلامي مع شركه ايجل كابيتال اللي قالت اليها اعلام المصريين، وتم اسقاط 90 مليون جنيه في عقد كان المفروض النادي الاهلي يأديهم. محدش طلع شكر مجلس الاداره ولا حتى شكر الشركه المصريه اللي تفهمت هذا الامر، محدش خالص. مجلس اداره بيسقط على النادي 90 مليون جنيه كان عليه ان هو يأديهم، كان فيهم جزء من قسط باين من شهرين 900 ألف دولار كان لازم الاهلي يسددهم بتوع بموجب إيه؟ العقد بتوع ايه؟ خاصين بالقناه، خاصين بالقناه. اشتريت ادوات يعني برضه يا ريت يجيبوا لنا المتحدث الرسمي لو عنده تفاصيل في هذا الامر، لانها كلها تفاصيل مهمه. وانا بحب ادي كل واحد دوره يعني. لان 900 ألف دولار كان ألف دولار، انت بتتكلم في التوتال كان 5 مليون دولار. 5 مليون دولار التوتال كان 5 مليون دولار. كان عليك قسط 900 ألف دولار. فنجح الاهلي من خلال التواصل والاقناع انه يسقط المبلغ ده. والباقي باذن الله، في بوادر باذن الله خير كتير
انك انت الديون اللي جات عليك دي كلها باذن الله باذن الله من خلال، وده اللي بنقوله، من خلال العلاقات الشخصيه بتحل حاجات كتير جدا، انما العند والقفش واستعراض القوه كله خساير. فانت في مرحله ما جربت هذا الاسلوب؟ لا، اسلوبنا كابتن الخطيب لديه من العلاقات ولديه من الرصيد من خلال انه بيمثل اكبر نادي في الشرق الاوسط النادي الاهلي صاحب السمعه والكريدت، انه يقدر يحل مثل هذه الامور بهدوء وبسلاسه ويجانب الاهلي كل هذه الغرامه بهدوء وسلاسه ودون اساءه لمن سبق. مفيش يعني اساءه، هو هي دي ثوابت النادي الاهلي. يعني انت تلاحظ الاداء فيه كل الحرص على مصالح الاهلي، فيه كل الحرص على بذل كل الجهد لتحقيق افضل شيء للنادي الاهلي من غير ما حد يجيب سيره حد خالص. اللي بيجيب السيره الناس اللي زي كده. انت طلبت الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الاعلامي باسم مجلس الاداره. استاذ شريف اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك ولاستاذنا المهندس عبد القيعي. تحياتي يا استاذ شريف. والمهندس عدي كان عايز يستفسر منك عن شيء. استاذ شريف، كنا بنتحدث عن جزء من الانجازات التي تمت خلال الاسبوع الماضي، وجزء مهم جدا عن اسقاط ما قرابه 900,000 دولار كان ينبغي الاهلي يسددها. عايزين تفاصيل هذا الامر. انا باشمهندس، انا في حاجه داخله عن صوت مباراه كره قدم، انا مش سامع صوت حضرتك خالص. انت سامع ماتش كوره معانا؟ كده صوت حضرتك اوضح. هو انا صوتي اوضح، المهندس عدلي صوته علشان في برضه فن مدي على كوره شويه. قول له انت بقى. كده تمام، كده خلاص البريوي راح، مفيش مشكله. اتفضل. طيب. كان المهندس عدلي بيتكلم على دور المجلس الاداره، الكابتن الخطيب واعضاء المجلس، اعتقد كان الاستاذ العمري فاروق، اجتماعهم مع مسؤول شركه ايجل كابيتال، واسقط الاهلي مستحقات كانت عليه وفقا لعقد سابق بقيمه 5 مليون دولار، مش كده؟ صحيح صحيح، ده يعني خطوه من اهم الخطوات اللي مجلس الاداره عملها وحافظ بيها على حقوق النادي، والحقيقه يعني منع اهدار مال عام يقرب من 90 مليون جنيه كانت كفيله بفتح ملفات كثيره وخطيره، لانه هناك عقد زي ما سيادتك تعلم بين النادي الاهلي وبين شركه بريزنتيشن بنسبه 51-49 في كل شيء، سواء في الاداره او الانفاق، وبعدين بيحصل مقاصه في نهايه العقد. هذا العقد للاسف الشديد كان موقع بشكل غريب جدا من قبل مجلس الاداره السابق، وقعوا نيابه عن المجلس الاستاذ كامل زاهر امين الصندوق، وكان بينص على انه النادي يدفع قيمه الاجهزه والمعدات الخاصه بالاستوديو. والحقيقه الاجهزه والمعدات ده هذا مبلغ كبير جدا، ومش عايز اقول ان هو كان مغالى فيه، وبيخالف نص العقد كمان اللي بين النادي الاهلي وبين شركه بريزنتيشن، اللي هي على الاقل اذا كان لازم تيجي تجهيزات اذا ما جبتهاش الشركه فيبقى بنفس النسبه اللي هي 51 الشركه و49 النادي الاهلي. فلما الكابتن الخطيب الحقيقه ومجلس الاداره بحثوا هذا الامر بعد ما اتشكلت شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، ولقوا هذا العقد موقع بين النادي الاهلي وبين شركه اسمها هوا ليمتد، اتكلموا مع الدكتوره داليا خرشد والمهندس اسامه الشيخ في اجتماع مطول الحقيقه، حضروا الكابتن محمود الخطيب والسيد العمري فاروق نائب الرئيس، واكدوا انه يعني ده كلام لا يستقيم، وان احنا مش هنقدر ندفع الفلوس دي لانه يعني مخالف في بنود العقد، ولا بد من الحفاظ على اموال النادي الاهلي. اللافت الحقيقه استاذ ابراهيم انه كان في تفهم تام من الدكتوره داليا ومن المهندس اسامه الشيخ. ايوه. وقرروا طلبوا من النادي الاهلي خطاب بهذا الامر، النادي الاهلي بعت خطاب، والحقيقه انه الشركه على الفور ارسلت خطاب بتفيد بفسخ التعاقد بين النادي وبمنتهى الهدوء والتراضي وبين شركه هوا ليمتد، دون ان يتحمل النادي الاهلي يعني اي مبالغ ماليه قيمه هذه الاجهزه. يعني هذه المشكله انتهت تماما يا فندم، انتهت بشكل رسمي، يبقى نقدر نحتفل زي ما احنا بنعمل كده. بشكل رسمي يا باشمهندس وبشكل قانوني ومحترم، وبموجب خطابات متبادله بين النادي الاهلي وبين شركه ايجل كابيتال اللي هي بعتت كمان، اللي هي الحقيقه يعني ساهمت في الغاء التعاقد مع شركه هوا ليمتد بدون اي اثار جانبيه وبدون ان يدفع النادي الاهلي اي مليم، وتعهدت الحقيقه اعلام المصريين وايجل كابيتال بانه الاستوديو اذا كان في حاجه الى تطوير او الى اجهزه واي مساعدات او معونات فنيه او لوجستيه سيكونوا هم مسؤولين عنها تماما. يعني تمام. انا بس ده بيحضرني هنا، عايز اعمل عمليه ربط صغيره للي كانوا بيقولوا الخبره في الاداره
ولعب الكرة والإدارة، يعني ممكن يبقى فيه حسن إدارة واستغلال للعلاقات على أعلى مستوى أكتر من كده إيه؟ يعني الناس دي يعني تراجع نفسها عشان تقدر تقتنع أن ما حدث هو الصحيح. صحيح يا كابتن، أنا متفق مع حضرتك جدا يا باشمهندس. إنما الحقيقة كمان إن الكابتن محمود الخطيب كفاءة إدارية منقطعة النظير. الموضوع مش موضوع انه يعني افضل من لاعب كره القدم في تاريخ كره القدم المصريه، ولا دماثة الخلق ولا حب الناس. يعني كل اللي اتعاملوا مع كابتن محمود الخطيب يا باشمهندس وحضرتك اولهم، يعني صداقه تجمعكم من اكثر من 40 سنه، تعلم دقه هذا الرجل وامانته في كفاءه اداريه كمان متمثله الحقيقه في السيد الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي. يعني كاليبر هايل الحقيقه ما شاء الله عليه، بيؤدوا اداء مع الساده اعضاء مجلس الاداره اللي كلهم خبرات وكلهم قامات مهمه جدا أكثر من رائعة. والمليم الحقيقة المتعلق بحقوق النادي الأهلي لا يتنازل عنه، وبيبذلوا كل جهد الحقيقة من أجل الحفاظ على أموال النادي والبحث عن موارد أخرى. يعني كان ممكن زي ما حضرتك عارف هذا العقد يتم تمريره وينفذ ومجلس الإدارة الحالي لا يتحمل أي مسؤولية، لكن الحقيقة مجلس الإدارة يعني بيقاتل وبمنتهى الدقة والأمانة والموضوعية، حريص على. طيب قول لي يا أستاذ شريف، قول لي يا أستاذ شريف، كمان امبارح المجلس بيقرر فكرة تقديم كشف حساب عن الفترة القصيرة اللي تمت علشان يقول لأعضاء الجمعية العمومية والجماهير النادي إيه اللي تم وإيه اللي ممكن يتم خلال الأيام اللي جاية. إيه فلسفة المجلس في هذا القرار؟ الحقيقة إن الكابتن محمود الخطيب تحدث معي بهذا الشأن، ولسه الفكرة ما تبلورتش في ذهنه يا أستاذ إبراهيم. هل يعمل مؤتمر صحفي؟ هل يعمل حاجة خاصة بقناة النادي الأهلي ويخصها به؟ لكن الموضوع نفسه قائم والمفترض انه ينفذ بعد عوده الكابتن محمود الخطيب من المانيا ان شاء الله. هو يجي لنا هنا في ملك وكتابه ونتحاور ويقول كل اللي هو عايزه. طب لازم تاخدوا بالكم المستشار الاعلامي بقى يا باشمهندس، يعني ما هو انت هتكون موجود. انت اللي هتيجي تترجم يا استاذ شريف. ده حقكم. لا يا فندم، سعداء ربنا يوفقك. شكرا جزيلا أستاذ شريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم مجلس إدارة النادي. ودي بقى الخطوات الكبيرة المهمة، يعني إسقاط 5 مليون دولار 90 مليون جنيه كان على النادي أدائها، كان لازم تدفع الشهر ده 900 ألف دولار منها أيضا. مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير كان قرر نقل الدكتور عصام سراج الدين من عمل التعاقدات في اللجنة اللي بيديرها المهندس عدلي الخيعي إلى العمل في إدارة التسويق مع الدكتور سعد شلبي مستشار مجلس إدارة النادي للتسويق، والاستفادة من خبرات الدكتور وكفاءة الدكتور عصام سراج في مجال التسويق. هو يعني كان في كلام هل الإدارة حاليا تبقى معايا لوحدي ويستفاد من دكتور عصام، خاصة في وجود الدكتور سعد شلبي. هو مش هيلاقي أستاذ أحسن من الدكتور سعد شلبي انه يعني يتدبر انه يتطور معاه. فاولا عايز ابارك للمجلس حسن اختياره للدكتور سعد شلبي. الدكتور سعد شلبي انا فخور انه احد اكتشافاتي. قدمته للمجلس. لا انا قدمته لاداره التسويق الاول. وقعد لسنين ناس كتير تحاول تقول هو بيعمل ايه وبيعمل ايه، بمجرد ما مشيت عرف هو بيعمل ايه. يعني دع الايام تجيب، وهو اللاعب نفسه يجيب عن انه يستحق هذا المبلغ باذن الله، لانه انت بتشتري اللاعب لكن مش معنى كده ان هو ده راتبه. طيب بس. طيب الاهرام قالت ان سعيد قال للجهاز انتوا دفعتوا 55 مليون في ناشئ، الا استحق انا 10 ملايين في الموسم الواحد؟ يعني اقول حاجه تانية بطريقه تانية قبل ما نمشي، لما كناش جبنا اللاعب ده كان يجدد بخمسه؟ مش ممكن طبعا. لا هو بيطلب ان جاي له عرض. عبد الله سعيد، عبد الله يعني سعيد جاي له عرض، ماليش دعوه بالناشئ، هي بالزبط. قصه مالهاش علاقه. يعني هو جاي له عرض بيقول انا هضحي بكذا ومستعد اكون في الاهلي بكذا، هي ده بس، مش ان عشان جبته عمره ما هيقولها طبعا. ما عندوش يعني، مش هو اللي يقول منطق زي ده. الاهرام المسائي بقى شايفه حاجه تانية خالص. شوفوا كل اللي بيحصل في النادي الاهلي من نجاحات، من انتصارات، من نشوه، من متعه، من فارق صداره، الاهلي فوق البركان. ليه يا عمنا؟ قال لك اصل عمرو جمال ازمه جديده. طيب عمرو معار في بيدفست
والنادي الجنوب افريقيا حتى الان اللاعب بيشارك معاه ولم يستجد جديد، وانه مروان محسن قنبله موقوت. ليه عمنا؟ قال لك لانه قابل للانفجار في اي وقت. يا ساتر يا رب. قال لك رغم شفائه التام، طب اهو اصيب الراجل تاني، ربنا يشفيه ويعافيه، لكن هو هيبقى متضايق انه الجهاز الفني معتمد على وليد ازارو. طب يعمل ايه الاهلي علشان مروان محسن كان مصاب الراجل؟ يسيب مكان الهجوم فاضي ويكتب مكانه مغلق للتحسينات انتظارا لعوده مروان، ولا يعتمد على لاعب؟ ولما يعتمد على لاعب، مش هو ده وليد ازارو اللي شبعتوه تقطيع وهجوم وترياقه وفرص وغيره، بقى دلوقتي بينافس على لقب الهداف. تحول نجاح مروان، نجاح ازارو انه عمل مروان قنبله موقوته. والمشكله الثالثه ايه؟ نشتغل شويه على علي لطفي. علي لطفي زعلان انه طارق سليمان متجاهله. متجاهله ازاي؟ متجاهله ازاي؟ يعني بيلعب الشناوي وحارس كبير قوي في حجم شريف اكرامي قاعد. علي لطفي جاي على هذا الوضع وشايفه وعارفه، والراجل لا يمكن يتكلم بهذا الشكل ان انا جاي عايز اقعد الناس دي كلها والعب. لا، مؤكد انه جاي على تيم شايف خريطته عامله ازاي، شايف عناصره مترتبه بأنهي وضع، والراجل عنده هذا الطموح وعنده هذه الرغبه، بدليل شفته استعداده قد ايه كان وهو في انبي ان هو ينجح هذه المفاوضات يا باشمهندس. طبعا طبعا. فجأه نحول ده المشكله. فوق البركان. وبعد كده يبدا الكلام على مطارد الدويدار. احمد دويدار كان الاهلي فاوضه من قبل، اداله مقدم عقد 700,000 جنيه حسب ما هو متردد. الراجل ما جاش الاهلي لسبب فني يرجع للجهاز الفني والمجلس الاداره وقتها، فالاهلي بيطالب بفلوسه. ما اعتقدش كلام يزعل ابدا. وانا عرفت انه في لقاء لدويدار مع كابتن زيزو لحسم هذا الامر، ودي امور يا باشمهندس حسب خبراتك ما فيهاش خلاف. بص، بس في امور لازم تتحل بالتوافق. دي منها. يعني انت يعني انا متخيل وقتها الذي ابرم هذا الاتفاق، ولو ده مبلغ كبير الدفع يعني كمقدم يعني، ما انما اللي حصل اللي ابرم الاتفاق في روعه ايه؟ عايز اطمن اللاعب ما تروحش يمين ولا شمال، ها؟ انت معانا. ويبدو انه كان عقده هينتهي نهايه الموسم يعني، لان ممنوع تعمل كده الا اذا كان عقده ينتهي في نهايه الموسم. حصل مستجدات، ما جاش النادي الاهلي، راح الاسماعيلي. اسماعيلي فريق كبير بيلعب هو دلوقتي، موجود مع الاسماعيلي. هذا المبلغ يتسوى ازاي؟ الاهلي يسعى الى تقنين الوضع. فلابد من تقنين الوضع. الشروق قالت في ملف اخر بقى، ما هو سكتنا شويه على حسام البدري وانه الراجل بيقبض معرفش ايه من تحت الترابيزه ومن بره المرتب. هديت العمليه، شافوا المجلس ولجنه الكوره مع الكابتن حسام اخر انسجام. نفتح ملف تجديد عقد حسام البدري. يعني احنا لسه في نص الموسم وحسام البدري الراجل راكب الدوري ب 12 نقط وبيقترب من الحفاظ على اللقب، فنبدا نفتش له هو عقده ما اتجددش ليه؟ طب بذمتكم كم مدرب عقده اتجدد؟ طب ما سالتوش ايهاب جلال موقفه ايه؟ طب ما سالتوش اللي مشي واللي جه واللي راح واللي هيروح؟ ايهاب جلال متعاقد إيه؟ موسم ونص. واخد بالك؟ حد عنده معلومه هي هو عقد ايهاب جلال او اي مدرب في اي نادي كام؟ ما تلاقيش. لكن الفوكس كله حسام البدري والاهلي. الناس من حقها تسال، بس في امور تعاقديه دايما وابدا دي باتفاق الطرفين او بينهم وبين بعض. الاجهزه الرقابيه تروح لو شايفه في تجاوز تروح تسال، لكن باستمرار في مشكله انه عقد حسام البدري اتجدد ولا ما اتجددش، بياخد كام ومش هياخد كام، زعلان ولا مقموص، كل كلام فيه استهداف فعلا زي ما المهندس عادل قال في البدايه، محاوله تسميم النهر. الوطن نشرت حوار لمحمد الشناوي حارس مرمى الاهلي المتالق، قال لن ارحل عن الاهلي باي ثمن وانتظر العداله من جهاز المنتخب، وقال ان انا رحلت عن الاهلي بجسدي فقط لان قلبي وعقلي كانوا معلقين بمختار التتش. رفضت عرضا برتغاليا للعوده الى الاهلي، ومارتن يول فضلني على لطفي والمهدي، وقال ان الحظ يعاند اكرامي احيانا ويساندني دائما
لأن الأهلي علمنا أن نكون في ظهر بعض، ودي روح ولاد الأهلي بجد. وقال الشناوي حسام البدري أفضل مدرب بالأرقام وحراس مرمى المنتخب عمالقة، الحضري أسطورة أتعلم منه، وحارس الزمالك ليس صديقي، مفيش مشكلة لكنه الاحترام واجب. مستحيل أقبل عرض الزمالك وجماهير الأهلي هي الأعظم في العالم، وننتظر دعمهم للفوز بدوري أبطال أفريقيا إن شاء الله. يمكن الشناوي في أثناء حواره للوطن وجه رسالة لمحمد صلاح وتألقه اللافت جدا، وقال أبو مكة فخر مصر، ربنا يحميه ودايما يشرف مصر ويرفع اسمها في سماء أوروبا، الجميع يعشقه، هو شخصية لا يصنع أي عداوات مع أي أحد، وعلى تواصل دائما مع جميع اللاعبين سواء عندما يكون موجودا في مصر أو خارجها، وأتمنى له النجاح دائما، ودائما أدعو له بعدم تعرضه للإصابة، وربنا يحفظه على فكرة ويحفظ له مستواه. أنا بس كان الموضوع نفسه العناوين كده قال، يعني خدت كلام اتقال، يعني حارس الزمالك ليس صديقي بما يوحي أنه كان بيهاجم، انما ممكن يقول له يعني انت تربطك بيه صداقه علاقه، يقول له لا احنا مش اصحاب، يعني ما جاتش فرصه انهم يبقوا اصحاب، ما اعرفش اتكتبت في سياق ايه، لكن العناوين دايما بتبقى واخده اتجاه الاقتباس او اللي اسمها ايه؟ الاختزال. صحيح. اليوم السابع ايضا نشر حوار مهم لشريف اكرامي يتحدث فيه بصراحه، قال ان المنتخب حذرني من الدكه وجددت للأهلي بدون شروط، لا أرفض الدكة الحمراء والعروض السعودية مجرد كلام، أرفض التشكيك في علاقتي بجماهير الأهلي أو الجماهير الحمراء، والتعاقد مع الشناوي لا يعنيني. يعني المسألة في إطار هذا التنافس بين الجميع. عندك تعليق؟ لا يعني هتجد الفترة الجاية شوية أحاديث، يا ريت لعبتنا ما تعملش أحاديث في الفترة الجاية لأن مش هتبقى بريئة. الأهرام قال 180 مليون جنيه تنعش خزينة الأهلي، وقال إن النادي تلقى اختار رسميا بتحويل 2.5 مليون دولار جديدة لحسابات النادي نتيجة إعارة الثلاثي عمرو بركات وحسين السيد لمدة 4 شهور وصالح جمعة لمدة عام ونصف العام لفرق الشباب والاتفاق والفيصلي السعودية على الترتيب. مع وصول هذا المبلغ تكون قد دخلت حسابات النادي على مدى شهرين ما يفوق 180 مليون جنيه بسبب الجهود التي يقوم بها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ونائبه العمري فاروق وامين الصندوق خالد الدرندلي، ومعهم في ذات اللجنه المدير التنفيذي العميد محمد مرجان والمدير المالي عماد حلمي. ويمكن يعني وجود المهندس عادل القيعي جنبي لا يمنعني من محاوله انصافه، لانه ادار هذا الميركاتو الشتوي بكفاءه عاليه جدا وخبره تحدثت عن نفسها الحقيقه. لأنه لما نلاقي مدير التعاقدات مع لجنة الكورة مع المدير الرياضي الكابتن زيزو مع مجلس الإدارة والجهاز الفني قدر هذا التناغم يحقق في هذا الموسم للأهلي حركة إعارات وصلت لحوالي 75 مليون جنيه. الأهم من الفلوس إن أنا حققت احتياجات الجهاز الفني بعناصر رائعة جدا وواعدة وصغيرة في السن تمثل مستقبل الأهلي. كمان اديت فرص للعيبه اللي ما بتلعبش ان تروح تلعب في دوري قوي زي الدوري السعودي بمبالغ كبيره، ومددت مدد العقود بتاعتهم. يعني حافظت على المدد التعاقديه لكل هؤلاء اللاعبين الاكفاء، اديت لهم فرصه يلعبوا، اديت لهم فرصه يدخلوا في مناخ جاد وقوي علشان اللي يقدر فيهم يثبت وجوده ويرجع للمنتخب يبقى ده مكسب فعلا للمنتخب. واديت فرصه للعناصر اللي عندي ان انا اقدر العبها. شوفوا جملة المكاسب الفنية اللي تحققت لما يكون معاها تدعيم لخزينة النادي بهذه المبالغ الكبيرة، تنشيط الدوافع داخل الفريق، تهيئة المناخ بشكل كويس للمدير الفني بحيث كل المشاكل اللي كانت بتثار قبل كده على اللعيبة اللي قاعدة على الدكة ما بتلعبش واللي بتطالب بفرص تتحل مشاكلها. أنا أعتقد مثل هذه المكاسب النوعية المميزة جدا كانت تحتاج من الجميع أنه يقف عندها بشيء من التأمل شوية يا باشمهندس. بداية يعني أشكرك على إنك نوهت إن ليا دور في هذا الأمر. لا أنت ليك الدور يعني لا بحكم العمل. لا بس العمل. أنا عايز أقول حاجة حقيقة يعني. عشان الناس تبقى فاهم كيف يدار النادي الأهلي. الفضل ليس لعدل القيعي ولا لشخص.
ولكن لاسلوب الاداره برئاسه رئيس النادي اللي هو رئيس لجنه الكوره اللي هو المسؤول عن تحريك كل الخيوط مع بعضها لتصل الى هذا التناغم. فعلا الملف ده في ضيق الوقت ده لما كانتش الادوار اتوزعت يا استاذ ابراهيم ما كناش لحقنا حاجه. يعني احنا اتكلمنا في 4 لعيبه واثنين لعيبه من انبي. 4 لعيبه 2 لعيبه من انبي. الكابتن الخطيب مع الكابتن علاء عبد الصادق لعلاقه كابتن علاء بانبي انا ابتديت الحوار، ولكن لما دخلنا في التفاصيل الكتيره كان ينبغي ان احنا نقسم العمل والا مش هنلحق. خدوا انبي كمجموعه، خاصه ان فيها حاجات فوقيه بقى، الدعم الخارجي والدعم الداخلي وازاي والسقف يطلع اما باقي الامور كل الصفقات اللي دخلنا فيها باستثناء عنتر اللي احنا توقفنا بارادتنا لو عايزين كنا كملنا لان البديل كان موجود ويخلص ارخص من كده. فقلنا ما ننسقش في هذا الامر ونتفرغ الى المسائل الاخرى. انت جبت فخري، محمد فخري، جبت محمود الجزار، محمود الجزار تحت السن، جبت محمد شريف، وجبنا محمد شريف 96 عدى بسنه، وجبنا لاعب اخر من بتروجيت تملي اسمه احمد خالد. ده لاعب بيشكروا فيه جدا تحت السن. اذا دعمت الفريق بدعم، وطبعا جه كابتن علي لطفي، جه صلاح محسن في الهجوم دعمت، في الدفاع دعمت، في حراسة المرمى، في حراسة المرمى دعمت، في مصنع، في مركز صانع الالعاب دعمت، في الهجوم، في 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 صانع راس الحربة، في 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 راس الحربة دعمت. دعمت وانت بتدعم بتعمل التوازن ما بين تحت السن عشان ما يبقوش عبء على ال 25. ايوه السنه الجايه. ايوه وتستنى سنتين على الاقل على اقرب واحد منهم ما يتصعد يكون استوى كويس قوي. فانت في حاجه، ده في حاجه يا باشمهندس، انت ما لم يكن هناك هذا التناغم، كابتن خطيب بعدين كابتن زيزو مسؤول القطاع اللي ليل نهار، وانت شفت واحنا على الهوا كان بيكلمني في البريك وانا بكلم كابتن خطيب، استغليت فرصه ان انت مش موجود الحلقه اللي قبل الماضيه وحكيت اللي حصل في الفواصل. لا ما هو انا قلت ليه، قلت كده عشان تفهم ان الناس دي ادوارها ايه، مش عدل القيع مهندس الصفقات والكلام ده اللي ممكن واحد يعني لسه طالع يفرح بالكلام ده. لا انا فرحتي ان منظومه الاهلي تبان تشتغل ازاي. ايوه ان احنا مش كل واحد شمشون، لا الاهلي هو البطل، الاهلي هو مهندس الصفقات، ولكن في مايسترو وفي تروس انا واحد منهم معشقين مع بعض بيدوا حركه اداء سلسه سريعه منضبطه تسير للامام. تعرف النقطه اللي ناس كثيره ما خدتش بالها منها، انجاز هذه الصفقات في حركه الاعارات اللي تمت في اللحظات الاخيره قبل الغلق انجح من انجح من اللي انت جبته يعني وكسبتك. لا الاهم فيها فين؟ ان انت قدرت تشيلهم من القائمه الافريقيه، يعني المسجل منهم في القائمه الافريقيه ما بقاش عبء على القائمه، ما بقاش عبء، بحيث انك انت المسموح لك ب7 مقاعد في القيد الشتوي او القيد الصيفي الثاني في افريقيا تبقى العناصر المتاحه عندك، لانه الزمالك عنده مشكله داخل البطوله الافريقيه ومسجل 29 لاعب في القائمه الافريقيه ما لحقش يشيل حد. طب هتعمل ايه لما هيجي تكمل في بطوله افريقيا وتيجي قبل الموسم الجديد؟ بقى ايه التناغم الاداري، تجبر، انت بتفكر بتجبر على مشكله وانت تجبر على ان انت هتنزل بالقيد ل 25 لاعب، فالناس اللي هتمشي هتمشي وهي متسجله في افريقيا، فتلاقي نفسك بتكمل في افريقيا ب 20 لاعب. ده فخ سيد عبد الحفيظ وقعنا فيه السنه اللي فاتت بالظبط وعيله، ولذلك اللحظات الاخيره تمكن ان هو الخبرات والتناغم وان كل واحد مش مشغول في شغلانه، لا مش مشغول يبص للتاني بيعمل ايه. خلاص انا حذفت لك المشكله دي حلها وانا هحل دي وانت، وروحنا مع تتجمع في لحظه تبص تلاقي مكانه اتركب مع بعض. الحقيقه الكلام عن هذا الاداء الصحفي بهذا الشكل يقودنا للترحم كتير
على واحد عزيز علينا كلنا، يعني خالد العشري عليه رحمة الله. خالد العشري ده إنسان رائع. احنا على فكرة احنا كنا ممكن نبدأ بيه، بس كنا بنجهز له حاجة، ما كناش عايزين نبدأ غير لما تكون جاهز. كان لازما أول كلمة كان نقولها النهاردة ألف رحمة ونور على روح خالد العشري. أنا كنت أحب الإنسان ده قوي قوي يا أستاذ إبراهيم، قوي. عايز أقول لك طيب إنه وجميل و... عايز أقول لك إنه اليوم الأخير ليه في الحياة، اللحظات الأخيرة كان في النادي، أنا بكلم جمال جبر وأنا في الجنينة، كان معايا ضيوف، فجمال قال لي ما تيجي ده خالد العشري معايا، قلت له قول له استنى أنا جاي لك. استنيت مع الضيوف شوية، وبعدين لما طلعت المركز الإعلامي فين يا عم خالد؟ قال لي ده مشي. عرفت انه كان عنده شكوى، بدا يحس بحرقان على صدره وشرب حاجه واطمن على الضغط بتاعه وروح. انا مروح لقيت جمال برضه بيكلمني، خالد العشري تعيش انت؟ قلت له ده ازاي يعني؟ يعني ايه؟ قال لي روح قبل ما يروح المسا، حب يريح ساعه، ريح مراته بتصحيه. نعم، ربنا يرحمه، انسان جميل نقي. امبارح في في صلاه الجنازه يعني اخواته طبعا بنشاطرهم الاحزان وبنعزي نفسينا الحياه، زي ما بنعزي عمر ابنه ويوسف وايه والسيده حرمه. خالد يعني ليه فينا كلنا كتير الحقيقه، بفقدانه يعني الصحافة فقدت الكلمة النظيفة. إنسان يمكن عزائنا الحقيقي إنه عاش تقي، عاش نقي. خالد لعمره انجرف ولا انحرف تحت أي ظرف، فضل دايما وأبدا حريص على اسمه وسمعته وعلاقته وطيبته وأخلاقه وحبه للنادي الأهلي، حبه للنادي الأهلي، وعضو في النادي، تفاعله مع النادي. يعني عرفته من فترة طويلة قوي، أنا سافرت أنا وهو مرة في فرنسا تقريبا في الفرانكفون في 94، قعدنا شهر هناك كنا في أوضة واحدة. تعرفوا بره في الغربة قد إيه ودود جدا، لطيف جدا، حبوب جدا، بني آدم نقي نضيف. يعني مشينا مشوار مشترك كتير الحقيقة، فيه يشهد الله إنه فعلا خالد العشري الأولاد إن هم يفخروا بيه. وانا قلت كده لعمر امبارح في الدفن، يا ابني يعني انت راجل وما شاء الله، انا يعني ما كنت شفته من فتره، لا بقى راجل شد حيلك، لانه خالد العشري يعني زعلنا كلنا. عايزين نقول لاسرته خالد له اخوات كتير، احنا اوله. صحيح، ونتمنى ان هم باذن الله يعني شؤون الحياه تبقى ميسره وكل حاجه تمام، لكن ليكوا أشقاء لخالد في أي وقت. خالد العشري كمان أنا أعرفه، أنت بتعرفه، أنا أعرفه من أيام ما كنت مدير للنادي الأهلي ومتحدثا رسميا، وهو في الكرة والملاعب وقتها. كان واحد من المقيمين في النادي الأهلي. وراجل ريحه خفيفة، مش ثقيل، مش لحوح، مش طلباته ملهاش معنى. راجل عنده عفة نفس، عزة نفس، ألمه من وشورته من دماغه، حتى لو اختلفت معاه شورته من دماغه. عايز أقول لك الفترة دي يا باشمهندس كان معاه في الكرة وملاعب صديق عزيز علينا وزميل أحمد سعد أبو زيد الله يرحمه، لأنه تقريبا من سنتين مات برضه بأزمة مفاجأة. كان جاي للبيت في الهرم عشان رايحين مشوار لعلي مسعود في الفيوم، وقع في شارع الهرم وهو جاي. لا حول الله. يوم جمعة وصايم يعني، عارف دي مش دروس يا إبراهيم تخلينا كلنا يعني رحل بنفس نقاء رحيل خالد العشري. فخالد لسه من أسبوعين بقابله، فجت السيرة. كنت أنا دايما وأبدا في الفترة اللي حضرتك بتتكلم عنها، أنا وخالد وأحمد سعد الله يرحمه دايما مع بعض. كان الأستاذ حمدي النحاس الله يرحمه كل ما أروح لهم الكرة وملاعب عشان ننزل سوا، أيوة يا أخويا أنتوا لاقيين على بعض، ما أنتوا أهلاوية. كان يعني بروح حبوبه قوي، يحب خالد العشري جدا ويحب احمد ابو زيد قوي. احمد ده لما سافر السعوديه قعد يجي 20 سنه،
خالد قال لي انا مش طايق اقعد من غير احمد، فساب الكوره والملاعب ونقل للمسح. من حوالي 15 20 يوم بتكلم انا وهو، فقال لي بقول لك ايه؟ الواد احمد سعد وحشني قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. قلت له الامر لله يا خالد. فقعد يسالني على اولاده واخبارهم ايه. انا امبارح لما سمعت الخبر قلت له اديك رحت له يا سيدي. شوف يا استاذ ابراهيم، الانسان المحترم بيسيب وراه الاسم المحترم، وهي دي الثروه الحقيقيه لاهله، ان الكل يبقى مفتقده، كل عايز يسانده يساند اهله باذن الله، وربنا ما يحوجهم لحد. لكن ولاده ولاده لازم يعتزوا قوي باسم ابوهم، يفخروا بابوهم بجد. رحمه الله، ربنا يسكنه فسيح جناته يا رب. نفتكر حاجه العزيز خالد العشري. الاعلام الاعلام ليه دور البطوله المطلقه. انا مش بتكلم في مين اللي وصل الخطر، انا بتكلم ان هم بالظبط هم شاروا الخطر. بنصحح بس معلومه، الرصد الاولي لعدد المصوتين 36,000، ده طبقا لتصريحات المستشار مجدي حيدر. تمام. بغض النظر عن مين اللي حرك، بالظبط، لكن في النهايه اتحرك جوه الناس نوع من الخوف. الخوف ده نتيجه الهاله الاعلاميه الضخمه اللي حصلت. طبعا انت بتتكلم على 72 ساعه الاخيره تحديدا. تحديدا ظهور مكثف. طبعا ظهور مكثف وكم البرامج، حتى برامج التوكشو السياسيه كان في لغه اعلاميه غريبه جدا. بالظبط يعني بالظبط يعني دي اللي عايز اقولها لك. ملفات غريب وتناول احداث بشكل، ما هو ده خالد يعني اللي سبوت بشكل غريب ما تفهمش. ما هو ده خالد اللي خلاك انت وصلت لمرحله الناس شعروا بخطر. يعني النهارده نزول الاعضاء خوفا على النادي الاهلي، لان اللي حصل في الاعلام في ال 72 ساعه اللي فاتت تحديدا، انت تخطيت مرحله انتخابات نادي. يعني يعني انا توقعت ان دي انتخابات. خد بالك بقى، انت هترجعني بقى يعني بحته الخوف دي. مش عايز ارجعك خالد، عايز اقدمك. لا 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 خالص، لازم نرجع عشان نتحرك صح. يعني لازم نرجع للنقطه الصح عشان نمشي في الاتجاه الصح. كان حق خالد العشري يستحق من فريق الاعداد ومن المخرج احسن من كده. نطلع لفاصل ونتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن الراي لما بيجي من مدرب او من مدير فني او ممكن يحتمل لو مصري الهوى والغرض والمصلحه والانتماء، لكن بيبقى دايما وابدا الراي لما يجي من خواجه، بالذات لما يكون خواجه بيقود فريق منافس، بيبقى راي له قيمته شويه. في صحافه الغد في جريده الاخبار في حوار مهم مع مكيدة الأسباني المدير الفني للاتحاد السكندري، والحقيقة مدرب وقع في غرام الإسكندرية وأكثر من مرة يروح ويجي وعنده سعادة بالعمل في الإسكندرية. له حوار مطول في الأخبار بكرة بيتكلم في كذا جانب، لعل أهمها الحديث عن محمد صلاح وفرصه، وهل يروح ريال مدريد ولا لا، أو هو كأسباني رؤيته إيه. لكن ما يهمنا هنا كلامه عن النادي الأهلي. فبيتسأل اخوان مكيدة يا باشمهندس، ما الذي اختلف في الدوري المصري عن فتره او في فتره غيابك؟ قال الاختلاف الواضح بالنسبه لي هو غياب الجماهير. ففي ولايتي الاولى كنت مغرما بالدوري المصري بسبب اجواء المباريات والجماهير العاشقه لكره القدم التي ارى انها متعصبه لهذه اللعبه اكثر من بلدي في اسبانيا. يعني يرى انه الجماهير المصريه متعصبه للكره اكثر من الاسبان. ومن المحزن جدا ان تغيب هذه الجماهير عن المدرجات. اتسأل هل ترى ان الاهلي قد حسم الدوري هذا الموسم؟ قال مكيدة لا يوجد ادنى شك ان الاهلي بطل الدوري هذا الموسم، لانه فريق يضم امكانات كبيره ولاعبين دوليين على اعلى مستوى. كما ان المارد الاحمر ظهر امام الاتحاد، الا ان المارد الاحمر ظهر امام الاتحاد بشكل ضعيف ولم يقدم الاداء المنتظر في الجانب المدني، ولكن في النهايه خبرات لاعبيه استطاعت استغلال اخطائنا واحراز 3 اهداف. فسؤال مكيدة ما الفرق بين الاهلي وباقي فرق الدوري عشان يبقى حسم الدوري مبكرا بهذا الشكل؟ قال مكيدة الاهلي يبرم صفقات ويتعاقد مع افضل لاعبين في مصر، وادارته تسير على خطه انديه اوروبا وعلى نهج احترافي، الى جانب اعطاء الفرصه لجميع المدربين حتى الرمق الاخير.
فلا يوجد مدرب يرحل بعد شهر أو يتم التدخل في عمله، وعندما ينعم المدرب بهذا السلام في عمله تأتي النتائج بشكل جيد. هو ما يجعل الفارق بين الأهلي وباقي فرق الدوري في مصر كبير، ويرى أن الأهلي ينفذ تجربة أوروبية. روشيتا في كبسولة لخص فيها جزء كبير من أسرار نجاح النادي الأهلي. فليس من المغالاة ان كذا حد دلوقتي، كابتن حسن الشحاته بيقول هذا الكلام، كابتن الاستاذ حسن السكاب بيقول هذا الكلام، ادي مكيدة، ميدو، كل معظم الناس اللي بتتوخى الموضوعيه بتقول هذا الكلام، كابتن فاروق جعفر ويعني بتقول هذا الكلام. حتى امبارح والكابتن عوده بيتكلم على فريق المقاولين بيقول هذا الكلام، بيقول يعني ايه اللاعب الاهلي في خمس ايام ماتشين؟ يعني ايه؟ يعني شاف ان ده منتهى سوء البخت، يعني سوء التنظيم والظلم، وقعد يعدد المزايا بتاعت الاهلي اللي ممكن تخلي الماتش صعب، فتيجي المباراه كمان. كابتن حلم طولان لما خسر من الاهلي قال لك يعني فريقي عمل كل اللي عليه وانا بشكر لعيبتي، بس ما معناها في النهايه ده الاهلي، هو ده الاهلي، ولذلك يعني هو ده النجاح بقى. انا بيؤلمني مش كابتن حسام البدري بقى ولا جهاز الكوره، انا بيؤلمني انا ان ارى بعضا من المنتمين الى النادي الاهلي وهم واخدين امور بخفه، انه يقدروا يقولوا الاهلي ملك الجماهير، ونقول اللي احنا عايزينه، اصل مش عارف عاجبنا ايه ومش عاجبنا ايه. انت ليك في الاخر توصل للهدف الاستراتيجي، انه عندك فريق محترم بيكسب باداء برونق، ما تقعدش تتكلم في التفاصيل، ده مش دورك طول عمر، التفاصيل ده شغل الاداره، ولا الكابتن صالح سليم كان يقبل هذا الامر ولا حد يتدخل فيه. يعني اذا كنا هناخده هو اللي يعني المسطره اللي نمشي عليه، ولا بتتش ولا كابتن حسن حمدي، ولا حد يقبل هذا الامر. بمناسبه الكابتن صالح سليم، اليومين اللي فاتوا انتشر على السوشيال ميديا اكاونت باسم هشام صالح سليم، وصوره مع في الحساب ده صوره الكابتن صالح الله يرحمه، والاكونت بالاسم الثلاثي هشام صالح سليم، ومن خلال هذا الاكونت هجوم شديد على النادي الاهلي، هجوم على مجلس الاداره، اساءه لرموز في مجلس الاداره وقيم، وبدا الامر غريب وعجيب. دي لغه لا يمكن تكون لغه فنان اهلاوي ابن الكابتن صالح. فالغرابة في هذا الاستخدام اللي عمله هذا اللص اللي احتال على او انتحل صفة واسم الفنان هشام سليم ويعمل اكاونت باسمه، دفع الحقيقة الاستاذ هشام سليم نفسه لاعلان براءته من هذا، براءته تماما من هذا الاكاونت، واستغرابه من ان ده اللي حصل. وقال هشام سليم ونشر عنه اليوم السابع، قال الفنان هشام سليم نجل المايسترو الراحل صالح سليم أنه لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر، وأن هناك أحد الأشخاص انتحل شخصيته وقام بإنشاء حساب وهمي يسيء من خلاله إلى اسم أسرته، مشيرا إلى أن الحساب الوهمي مدون باسم هشام صالح سليم مع ان اسمه الحقيقي والمعروف فيه هو هشام سليم. وقال نجل المايسترو الراحل في تصريحات صحفيه لليوم السابع انه يكن كل التقدير والاحترام لكل القيادات او كل قيادات النادي الاهلي، واذا كان هناك خلاف في وجهات النظر فهذا ليس معناه عدم تقديرهم او احترامهم، والخلاف في الامر لا يفسد للود قضيه. واشار هشام سليم الى انه سوف يلجا الى اتخاذ الاجراءات القانونيه التي تحفظ حقوقه للوصول إلى صاحب الحساب الوهمي الذي يستغل اسم أسرته ويسيء إلى قيادات الأهلي. وبيقول اليوم السابع أنه أحد الأشخاص كان قد انتحل شخصية الفنان هشام سليم وأنشأ حسابا وهميا على مواقع التواصل الاجتماعي أو تويتر تحديدا، وأساء إلى كل من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والعمري فاروق نائب رئيس النادي. أنا سعيد بهذا النفي. نعم. لهشام مكانة عندي. أخويا الصغير، وكنت مستعجب يعني
ومستنكر انه غالبا ما يقولش كده، لكن هو لما يطلع ينفي بنفسه اراحني واراح كل الاهلاويه. بالاضافه انه قال جمله مهمه جدا جدا ارجو ان يصر عليها، مش صعب تعرف مين اللي سرق الاكونت طبعا، لانه بيجي على تليفون انت اسسته على على التليفون ارضي باسم واحد، فهتعرف. خلي مباحث التليفونات تجيب لك اسمه ويعلن عشان نعرف علاقته ايه بما يحدث على الساحه من 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 عمل جماعي منظم في الضرب في النادي الاهلي. اللي اسس هذا الاكونت المضروب لما عمل الاكونت ده اسسه على رقم تليفون، فبالتالي بيتم التعامل معاه وتعرف مين صاحب التليفون. بقول لك يا رب نعرف. طب يعني اعتقد هيفصل لنا حاجات كتير مزيد جدا من الجديه في هذه الملاحقه تكشفه. طيب وليد سليمان الحاوي لما بيتكلم عن الاهلي، وليد برضو من النماذج اللي الحقيقه عندها امتنان وسعاده حقيقيه بتمثيل الاهلي، كل ما بيتكلم بتشعر بمدى سعادته ومدى حبه ومدى ارتباطه بالمكان، ربما لانه كان عانى كتير يا باشمهندس عشان يلعب في النادي الاهلي. طبعا دخل مستشفى عانى ايه؟ ده جاله انهيار بعد ما اتفقنا وشعر ان الموضوع مش هيمشي ببتروجيت، دخل المستشفى وبعدين اتاخد من المستشفى الفجر لانه كان يستطيع ان يكتب شكوى ويجيب التقرير الطبي ويقول انا امنع من ان انا اروح النادي اللي عايز يشتريني ومش مش وتوجه راح ام بي قابل الوزير سامح فهمي وزير بترول وهو اهلاوي بالمناسبه، لكن امباوي بتاع كره، لا هو مش يعني مسؤوليته تجاه امبي هتبقى اكبر. وكان شايف ان ده في بتروجيت ف الى ان اصراره مع اصرار الاهلي على ان اللاعب ده ينتمي الى الاهلي، هو اغلى صفقه جت النادي الاهلي وقتها 8 مليون جنيه. واللي حدد ال 8 مليون جنيه كان فاكس اتبعت من نادي الزمالك. فرئيس الشركه امبي ادى مهله 24 ساعه اللي هينفذ هياخده بال 8 مليون جنيه. فنفذنا وخدنا. الاهلي اشترى وليد بالغالي لانه ثبت انه غالي. تسمح اقول لك كلمه بس واحده؟ واحده بس. ايه اللاعب الرخيص وايه اللاعب الغالي؟ اللاعب الغالي مش بالمبلغ اللي دفع فيه، بقيمه الفايده اللي انت استفدتها منه. ايوه. تدفع 100,000 جنيه وما تستفادش من اللعيب يبقى ده غالي. تدفع 10 مليون 15 مليون ويجي معاك وينسجم ويحقق لك البطولات تلو البطولات تلو البطولات ترفع كل حقوقك، وبعدين لما تيجي تصدره او تعيره ثمنه فيه ده لعيب رخيص مهما دفعت فيه. يعني ما بصش على قيمه الفلوس قد ما بص على المستوى الفني المرضود. حجم الافاده منه ايه؟ المردود لا الفني والمادي برضه. القيمه التسويقيه بتاعته تظل ازاي؟ ايوه القيمه التسويقيه تظل ازاي؟ انت جبته عشان ايه؟ حقق لك اهدافك ولا لا؟ اذا اللاعب الغالي ده اللي ما يديكش مهما دفعت فيه مبلغ قليل. اللاعب الرخيص اللي يديك كل اللي انت عايزه ويضيف اليك بطولات وتاريخ وايضا قيمه تسويقيه ومش خساره فيه اي فلوس. ما هو خلاص بقى هو حقق المعادله الصعبه. انه قيمته فيه وافادك بالناحيه الفنيه ومزيد من البطولات وبيزود شعبيتك، شعبيتك بتترجم الفلوس بعد كده. وده عين الاحتراف. وتلاحظوا وليد وهو بيتكلم على الاهلي قد ايه بيحب الانتماء الى هذا النادي. نشوف. داخل القلعة الحمراء إذا بنكتب أسماء كبيرة تألقت في النادي الأهلي وهتفضل أسماءها محفورة، فوليد سليمان النهارده بيحفر اسمه بعرق وبجهد داخل الملعب، بيعني لك إيه يا وليد؟ طبعا ده حاجة كبيرة جدا ولازم كل الناس تفكر إن اللي بيدخل النادي الأهلي لازم يحاول يعمل تاريخ لنفسه، ودي حاجة اتعلمناها من كل الناس اللي عشرناهم في النادي ومن الجيل اللي فات، إن طول ما أنت بتدخل النادي الأهلي ما تضيعش وقت، لازم تركز إنك أنت تحصد بطولات، تعمل لنفسك تاريخ، لازم إنك أنت ما تطلعش من النادي الأهلي خسران، تستفاد من النادي الأهلي قد ما تقدر من خبرات من عادات وتقاليد جوه النادي الأهلي، يعني ما تخسرش حاجة، ما تضيعش على نفسك وقت، والحمد الحمد لله احنا الكلام ده دايما جوانا وبنحاول ان احنا نحقق لنادينا ولنفسنا بطولات وتاريخ يعني.
وليد التجديد بدون اي نقاش للنادي الاهلي و ما بتتكلمش في اي تفاصيل حبك للنادي الاهلي ولازم الجمهور الاهلي يعرف الكلام ده كله والكواليس اللي ورا بقى الملعب. احنا بنتكلم النهارده خارج المستطيل بقى، فبنتكلم عن كواليس لازم الناس تعرف وليد وعشقه لهذا الكيان وادبه في الحوار مع الناس. ده شايفه ازاي يا وليد؟ لا الحمد لله الواحد بيعشق النادي الاهلي، ودي حاجه من وانا صغير يعني، من اسره اهلاويه بنشجع النادي الاهلي، وكان حلم عمري ان انا اوصل النادي الاهلي، والحمد لله وصلت النادي الاهلي. ما ينفعش ان انا بعد ما اوصل للحلم اللي انا كنت بلعب عشان اوصل النادي الاهلي اجي اتشرط على النادي ولا اتكلم في حاجه. انا بشكر ربنا ان انا وصلت النادي الاهلي، وزي ما انت قلت ان الواحد عمل تاريخ جوه النادي وعمل بطولات، ودايما الناس الحمد لله فاكره له كل حاجه في النادي. ده كله ده مش حاجه سهله، وده طبعا فضل ربنا علينا الحمد لله. ده الكابتن وليد سليمان اللي المهندس عدلي وصف انه وقتها كان اغلى صفقه ب 8 مليون، لكن شوفوا حجم المردود بتاعه، المردود الفني ومدى استفاده الاهلي فقط 80 مليون بالظبط من مهاره وموهبه وليد سليمان. بس لا مهاره ولا موهبه كفايه، هذه الروح وهذا الحب. انا يعني اتكلمت مع المهندس عدلي واعتقد قدام حضراتكم شفتوها قبل كده، وانا بساله انت بتعمل مجسات، بتقدر تعمل اختبار لمدى حماس اللاعب انه يجي للاهلي ولا لا؟ قال لك امال، ده انا بدل المره بعملها 4 و5 مرات عشان يبدا يتاكد انه هذا اللاعب عنده الرغبه. لانه يا جماعه لاعب عايز يمثل النادي الاهلي، الاهلي بيحتاج مواصفات خاصه، بيحتاج سمات شخصيه خاصه. فكره ان اللاعب يبقى منتمي للاهلي او بيحب هذا النادي اللي بيمثله ومرتبط بجماهيره بمشاعر وبعواطف، ده اللي هيخليه يبذل فوق طاقته، ده اللي هيخليه ما يفقدش الامل والاصرار ثانيه واحده، ده اللي هيخليه يفضل يقاتل لغايه الثانيه بعد الاخيره عشان يكسب. لكن لو هو المساله مجرد اداء بيأديه او عمل وظيفي اقل مجهود وخلاص وضامن وجوده وخلاص، زي ما بيحصل بشكل تكاسلي في كتير من الانديه وكتير من اللعيبه، من لا يملك روح الاهلي لا يستحق ابتداء فنيله الاهلي، لن ينجح في الاهلي ولن ينجح في الاهلي. بص يا استاذ ابراهيم، هدي لك مثل على الغالي والرخيص، مثل وضع عايشينه كلنا دلوقتي. ايوه، محمد صلاح انتقل في صفقه وصفت انها اغلى صفقه دفع فيها ليفربول، 42 مليون يورو في الانتقالات، وقالوا ده لعيب ايه ده غالي جدا. ال 42 مليون دول كان هيبقوا غاليين جدا لو اخفق محمد صلاح. طبعا النهارده ال 42 دول قيمته التسويقيه 88 مليون صحيح. يورو. اذا هو هداف الدوري الانجليزي، هو صاحب ومحطم الارقام القياسيه في ليفربول، وحتى في الدوري الانجليزي، وايضا قيمته التسويقيه زادت، بقى لاعب ايه؟ تحول من لاعب غالي جدا الى لاعب ايه؟ رخيص. فمن اغلى لاعب الى لاعب رخيص، هو ده المعنى اللي الناس لازم تفهمه وهي بتقيم اي لاعب. وليد سليمان ابو 8 مليون جنيه من كام سنه دلوقتي يعمل ايه؟ النهارده؟ هيبقى حاجه كده برضه داخل في العشرينات. خلي بالك ان وليد سليمان لولا سنه لا يعدي المبالغ دي كلها. يعني انت خدته يعني في قمه نضجه، يعني هو المنحنى بيبقى عامل كده، قمه نضجه ما زالت موجوده، ولكن فترات الاعتماد عليه مش هتفضل موجوده بنفس الطريقه. فعشان كده الكابتن حسام البدري بيحسن استخدامه، بينزل يعمل لك الفارق، بيديله على قدر انه ياخد منه كل اللي جواه، وهو ده التعامل مع النجوم الكبار، لازم تتعامل معاهم وانت ما تحملهمش اقصى مما يحتملوا، سواء معنويا او فنيا او بدنيا. فالوليد صفقه ناجحه لوليد وللاهلي وللجمهور وللدنيا كلها وللام بي اولا واخيرا. طيب الاهلي النهارده فاز على المقاولين، فكانت الخلاصه
انه الاهلي كده خلص مبارياته المؤجله وتساوى مع بقيه الانديه اللي بتدخل للاسبوع 23. بكره الجمعه ان شاء الله مباريات الاسبوع 23، الداخليه بيلعب مع الاسماعيلي، الرجاء بيلعب مع انبي، وادي دجله بيلعب مع بتروجيت، والانتاج الحربي مع الاتحاد. يوم السبت في مباراتين، الاسيوطي مع النصر وسموحه مع الزمالك. هو انت ما خدتش يوم الاثنين طنطا مع طلائع الجيش والاهلي مع المقاولين، تاجيل مباريات المصري مع الرجاء الخميس ليوم 15 فبراير، مباراه انبي ومصر المقاصه ايضا اتاجلت لموعد يحدد فيما بعد. ده كان خلاصه هذا بدايه الاسبوع ال 23. لكن اما وان انت عايز تتذكر ما حدث زي النهارده يا باشمهندس، زي النهارده ولكن يوم 9 فبراير 2016، يعني برضو من سنتين، الاهلي فاز على الزمالك 2-0 بجونين مليك ايفونا وعمرو جمال. جون ايفونا التاريخي. جون ايفونا التاريخي صحيح، اللي دخلته في قلب وعقل الاهلاويه كلهم. طب نفتكره. ادي على طول ايفونا وسط ثلاثة، ايفونا يعدي، ايفونا يمر، والقادم امر، القادم امر، لا 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 لا، انه تاريخ، انه تاريخ جديد يسطر وباحرف من ذهب. بص شوف ايفونا بيعمل ايه، بيعدي ويفوت ويباصي ويشوط، لازم اقول لك توت توت توت، جمهور الاهلي كله مبسوط، الله عليك يا ولد. 3-2 رمضان صبحي، رمضان رمضان رمضان، الفنان عدى ومر وفات، رمضان من جديد هيتعمل له اوفرلاب، عملها له فعلا، هوبو عملوها خلصوها، والثنائيه سجلوها، عمرو جمال وهدف اخر جمال، يا جماله يا جماله، على يمينه حطها له، 3-2، وكاننا في تدريب، كاننا في وحده تدريبيه. الله عليك يا رمضان، الله عليك يا رمضان، التوقيت، الادراك الحسي، واحمد الشناوي على طول على يساره، يا جماله يا جماله، على شماله حطها له. عايز تشوفيه تاني؟ أنا ما بأخرلكش طلب. أنت حطيت لي طب تقول إيه عشان تصدقه؟ طب إيه يعني نقول إيه في إيه؟ هو يمكن فريق الإعداد مصمم يقف في الجزئية بتاعت حازم إمام مع أبلة فايتة. إيه بقى؟ عايزين نشوفها الأول. تشوفها الأول؟ أه نشوفها الأول مع نفتكر مع السادة المشاهدين. تشرح لزملائنا الأهلوية مين هو نادي القرن الحقيقي؟ يعني أنا بشوف إن القرن الماضي يعني الزمالك هو الأكثر بطولات والأكثر حصولاً على بطولات، وبالتالي هو الأحق. الاهلي طبعا بعديها يعني من الفينات بقى يعني خد اكتر بكتير طبعا، ولكن انا بتكلم على لغايه سنه 2000 يعني. وسكتت شهرزاد عن الكلام المعاد. كابتن الحازم انت متاكد ان كلامك مش مظبوط؟ هرش الاول كده هيعمل ايه في الورطه دي؟ هيزعل زملكاوي؟ اه طلعوا عينه لو قال يا عم. هو بيحطوا هم عايزين يفصلوا معيار ها ازاي يكسبوا البطوله، فاتقالت ها في لحظه اطمئنان، اصل ما حسبوش الافرو اسيوي، فجه الكابتن ايمن يونس وهو بيحسب، لا لو حسبنا الافرو اسيوي الاهلي برضو الاول بنقطه او نقطتين، فبعد ما قال كده هاجموه، قال لا الزمالك مش عارف ايه. يا اخوانا الموضوع بسيط جدا، ارفعوا قضيه. يعني هو انتوا بتمنحوا الالقاب ما حدش بيمنح اللقب لنفسه، أنا الأقدر أنا الأقدر، ما هو المعيار اللي أنت اعترضت عليه بعد ما الأهلي كسب البطولة كنت أنت فرحان بيه وهو بيقربك للتنافس، كنت بعيدا جدا عن النادي الأهلي تاني وتالت وعاشر، كل ما هتقولوا مين نادي القرن هنقول لكم النادي الأهلي 1 2 3 4 94، أنتوا وافقتوا على المعايير دي بتنكروها في 2002 و2003 لحد النهاردة. بعد كده لما الدنيا وسعت قوي قال لك هو في القرن القادم، لانه عشان يحصلني محتاج نخش في الالفيه الثالثه.
لا وبعدين هو نادي القرن البطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، يعني ده هو مش واخد باله حتى لما بيناكفوا. طب ما هو الأهلي كان بياخد بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، لا عدد البطولة عايز يحسبها بمعياره الوحيد الكاب نفسه الكاس كم لقب. أيوه لكن هو وصل للنهاية بقى التاني إزاي، متفوقا على اللي كانوا فوقيه إزاي بمعايير التراكمي. ما نسي هو بقى ناسين دي، لكن ما علينا مش هنخش بجدل. ليك حق روح خده، انما تتكلم فيه بقت لبانه مسخه قوي. ما هي مسخه بس هتجد يعني ليه بترد عليها؟ هتلاقي واحد اتولد النهارده هيصدقها، ونقعد نعيد ونزيد وننزل الجدول ونقول لهم النقاط اتعملت ازاي يا عم، والناس قالت ايه والاعترافات قالت ايه. كان بيني وبينكم قبل هذا المعيار 17 بونت، ده احنا بقالنا 18 سنه في القرن الجديد. اصل لو ما فيش المعيار ده ده نكته. اسمع بس، لو ما فيش المعيار ده ما كانش الاهلي اعتذر وما كانش دخلهم مكانه. يعني لو معيار عدد البطولات ما كانش الاهلي اعتذر، لكن الاهلي اعتذر وهناك فارق كبير بيني وبينه. طيب ما نتكلمش على الاهلي ولا نسمع شهادات الاهلاويه عن الاهلي، ربما يكون شيء منصف. لا استنى بس، بمناسبة نادي القرن عن الأهلي، لان انا محمل ان انا اقول لإدارة القناة ان لازم يتكتب نادي القرن بوضوح مع البادج بتاع النادي الأهلي. لازم جنب النجوم او تحت كده اعظم نادي في الكون نادي القرن. فمن فضلكم ده طلب من الجمهور، واعتقد انه طلب عادل، علشان واحنا وهو في واحنا في مرحلة تزييف التاريخ اهو لازم يتحط. انت السلوجان بتاعك مش اعظم نادي في الكون، انت السلوجان بتاعك الرسمي نادي القرن. بس وانا ده اللي انت خدت بيه يعني اعتماد من جهه مسؤوله. اي بادج للنادي الاهلي لازم يزيل، وانا اعتقد او مكاتبات النادي فيها كده. بص هم بيكتفوا بالنجوم والكلام ده، لا نادي القرن. طيب من شهادات النجوم الاخرين او لاعبي الانديه الاخرى عن الاهلي اراء بالحياه، يعني ربما التعرض ليها له معنى حتى ان نتحدث عن انفسنا. صلاح امين يتحدث في قناه دي ام سي، شايف الاهلي ازاي؟ احنا نتكلم على الدوري شويه، شايف الاهلي خلاص حسم اللقب؟ طبعا انا مش انا بس اللي بقول كده، مصر كلها. يعني ما طبعا ما فيش يعني حاجه بتقول ان الاهلي ممكن يتعطل، يعني الاهلي فرقه كبيره جدا، فرقة جامدة جدا، وفرقة يمكن انا بس عايز اعيد كلام الكابتن اللي قاله كابتن حلمي ان هم فرقة فعلا قريبين جدا من فرق اوروبا. اتفضل يا باشمهندس. انا اسمي عدلي. انتوا رجعتوا عليا، انا اسمي عدلي. طيب صلاح امين كان في القناة وكنا هنجيبه النادي الاهلي ومضى وبتاع، وبعدين ما جاش وهو حكى مضى حكى طبعا وكان هداف وكنا بنتابعه وكان مميز جدا. وصلاح امين من الهدافين الغير تقليديين زي احمد رؤوف هجام كده بس على اقوى كمان. وسنه كبيره مش باينه عليه، ما زال يؤدي يعني حركاته يعني يجيب اهداف يعني اكروباتيه كلها بالظبط. لكن وهو يقول النادي الاهلي فريق اوروبي ومحدش يقدر عليه وخلاص ومبروك وكده، هو زملكاوي بيقول له نفسك تبقى كابتن، ايه؟ قال لهم كابتن الزمالك. يعني في نفس الحلقه والخير يعني الكل يعترف، يعني هو ده اللي انا عايز اقوله بقى، بلاش نخش في جدل والحكومه مره والتحكيم مره والاتحاد الافريقي مره والاتحاد الدولي مره، الدنيا كلها والحظ والسح. انا يعني شغوف ان نعرف اللي جاي ايه، ايه اللي جاي يعني. انت داخل في انت خلصت التحكيم وخلصت الدوله وخلصت السعوده والكفاله وخلصت ايه ده يعني، والحظ والسحر والشعوذه. قال لك لا ده وليد ازارو عشان مغربي فسره باتع. طب يعني ما عملتش ليه ساعه لما كان بيضيع فرص؟ يعني انا سعيد ان احنا وصلنا اخر حاجه، اعتقد الكفاله لسه في حاجه ما اعرفش. ربما القريحه تنتج. طيب نشوف الكابتن احمد سامي مدرب طلائع الجيش السابق بعد ما مرن طلائع الجيش ولعب مع الاهلي قال ايه؟ هل الاستعداد بتاع الطلائع للاهلي يختلف عنه مع الزمالك؟ طبعا. ايه الفرق؟
سيستم الاهلي مختلف عن سيستم الزمالك خالص في الـ في الـ في التنظيم حتى في جوه الملعب. يعني ملتزمين اكتر من اللازم، شخصيتهم قويه جدا النادي الاهلي في الملعب، اللعيبه شخصيتها قويه جدا، وده بتراكمات، تراكمات بطولات، تراكمات مكسب السنوات الاخيره، تراكمات في شخصيه اللعيب، وخصوصا ان الهيكل الاساسي بتاع نادي الاهلي ثابت. يعني كورتهم واضحة وباينة من زمان، تحركاتهم واضحة وباينة بقالها فترات، الهيكل الرئيسي، سيبك من اللعيبة اللي بتيجي وتروح. فالموضوع ده بيبقى أصعب، لأن حتى الصفقات الجديدة اللي أنت بتتكلم عليها لما بتخش وما بتلعبش نفس كورة الهيكل الرئيسي النادي الأهلي اللي هو عبد الله سعيد ومؤمن ووليد وفتحي وحسام عاشور والسولية اللي بقالهم فترة مع بعض، بتلاقيهم دايما ممكن ما يتأقلموش بسرعة مع السيستم اللعب والتحركات، وخصوصا ان لو هو مهاري جدا الكرة ما بتقعدش اكتر من ثانية ثانيتين معاه. صعبين جدا في الملعب. شوفوا لو في تعليق مهم في كلام احمد سامي، سيستم الاهلي، نظام الاهلي ايه، وشايف انه ده اللي بيفرقه، وده اللي الحقيقة الكلام ما يبقاش قول مرسل كده وخلاص. لا، الجمهور لما يتقال ان الجمهور درع وسيف الاهلي، اول حاجه الجمهور لازم أن يكون حريص عليها الحفاظ على هذا النظام، هذا النظام بالهيكل بتاعه. المدير الفني هو مدير فني، المدير الفني لولا مجلس الاداره بيديله السلطات الكامله وما بيتدخلش في شغله، ده اللي بينجح. ما كنتوش هسمعوا الكلام ده كله. والتراكمات، شوفوا بقى احمد سامي قال لك النجاح فيه تراكمات. لو مفيش واحد زي محمود الخطيب كان نائب رئيس النادي، كابتن حسن حمدي رئيس النادي، فمانويل جوزيه المدير الفني، يبقى في تقريره في نهايه الموسم الاستغناء عن اسامه حسني، وكان لسه متجوز بنت الكابتن محمود الخطيب، فيلاقوا الخطيب اول واحد بيمضي على تقرير مانويل جوزيه وبيوافق عليه. هو ده التراكم، اللي هو إعلاء اسم الأهلي، تقديم مصلحة الأهلي، عدم التدخل في عمل المدير الفني، منح كل الاختصاصات. الناس دي كلها كبات الكرة، مش أي كبات. على الرغم ومع هذا، لا أستاذ إبراهيم، أن أسامة حسني كان من اللعيبة اللي مش عاملة مشاكل، وكان في الفترة القليلة اللي ينزل له بصمة، هداف، مش بطول فترة اللعب، كان ممكن جدا يتقال ما هو جايب كام جون لكن لا، كابتن الخطيب لا، اذا كان المدير الفني قال كده يجب الانتساب، ينفذ كلام المدير الفني، لانه هو صاحب الاختصاص، وهو اللي الناس هتحاسبه، وهو اللي مجلس الاداره اداله هذا التفويض. هو ده السيستم بتاع الاهلي، انه كل واحد في اطار عمله شغال فيه بدون تدخل او تداخل، يعني لا حد بيتدخل في اختصاصاته ولا حد بيتدخل في شغله. عشان كده بيكون هذا السيستم او هذا النظام اللي كل الناس حاسد الاهلي عليه، واللي لازم جمهور الاهلي يحمي ده، يقف في ظهر المدير الفني ما دام هو المسؤول. انتوا مش اكثر حرصا على الاهلي او اكثر معلومات عن حقيقه الامور من مجلس الاداره اللي في قلب مش الموضوع. مش كده كمان يا استاذ ابراهيم، انت لما تشوف اختلافهم ساعه ما بيختلفوا، طب ما انت لو انحس الراي واحد فيهم الباقي كله هيهاجمك برضه. طب تاخد الثاني برضه اللي مش متفق مع صاحبه هيعتبر. محدش في النادي الاهلي بيدي ودنه في شغله لحد. بيدي ودنه للثوابت ورؤيته. لما يجي كابتن احمد سامي يقول لك اي لعيب مهاري جدا في النادي الاهلي، كلهم لعيبه اصحاب شخصيه، لان اللعيب المهاري جدا جدا بينسى انه مهاري، وكره ما تستناش في رجله غير ثانيتين عشان يطبق السيستم. ثانيتين. فهو ده انك ازاي تغلب نفسك. انت لعيب مهاري، يعني افرض ان انت راجل رئيس تحرير وانا راجل عمال بكتب ايه سلاسل ذهب، بس لغتي رصينه قوي مش هتوصل للناس، تقوم تقول لي لا الكلام ده ما ينفعنيش. الحليات الكتير اللي انت بتحطها دي، حاجه من اتنين، يا انا راجل متمكن من نفسي هعمل اكتب باسلوب واتنين وتلاته، يا اما راجل انا حافظ شويه المحسنات اللفظيه مش هنجح معاك. هو ده بالظبط، وهو ده السبب. طيب نشوف كمان رمزي صالح الفلسطيني حارس الاهلي السابق بيحكي عن موقف وهو بيلعب في الاهلي
ازاي كان قال لك كنا بنلعب في الاهلي من غير ايه؟ من غير رباط صليب. نشوف. عامل عمليه وانا مش محتاج عمليه. عامل رباط صليبي وانت مش محتاج؟ انا عامل رباط صليبي بس عشان لما اروح اعمل صوره ام ار اي يبان انه عندي رباط صليبي. تتكلم بجد؟ اه والله. لا مش فاهمها يعني. اه والله. اشرح اشرح يعني طبيا يعني, يعني انت عندك انا بقالي بس تلعب؟ بلعب من كنت بلعب زمان قبل 2010 من غير رباط صليبي في رجلي. يعني انا عضلات رجلي ما شاء الله قوي فهي شايلاني. ما شاء الله. بص انا اقول لك على حاجه، انا اتصبت ماشي؟ فلما اتصبت في ماتش للاهلي فاهم؟ فلما خضعت الكشف في المانيا وكده اكتشفوا ان الرباط متاكل اصلا. ايوه. فقال لك لا الاصابه دي مش يعني انت وضعك كده، والدكتور اصلا في المانيا ما رضيش يعمل عمليه، قال لي مش محتاجها، ما انت بتلعب كده. اتصبت في سنه 2000 باين. فالظاهر الدكتور بدل ما يعمل لي الصليب يعمل لي الغضروف وصاب الصليب. اه والله. انت بتضحك؟ اقسم بالله. المهم لن اذكر اسم الدكتور بس عشان ايه؟ لا تذكر اسمه. لا لا ايه؟ ده دكتور مشهور جدا في فلسطين ده دلوقتي. ارجوك بلاش بلاش. ما بلاش، انا هد اللي عمله في سنين. المهم جيت النادي الاهلي لما وقع الكشف الطبي في النادي الاهلي، ما لاحظوش الموضوع ده؟ ما فيش حاجه اصلا عندي، انا سليم 100%. سليم 100%، ما شافوش ان انت رباط صليبي متاكل اصلا، انت عايش من غير. لا 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 مش هو اتجدد، ما فيش، ما يبانش اصلا، فاهم قصدي؟ موقف طبي غريب برضه. لا ده مشهور في كان اكوتي كده، قالوا له انت عضلات رجلك قويه غير اللي شايلاك. لا قالوا له انت مش يعني ممكن تلعب من غير ما تعمل عمليه الرباط الصليب. واعتقد ابراموفيتش اتقال له كده، بس ابراموفيتش بقى كمان عملها ورجع بسرعه. الناس اللي عضلاتها قويه تقدر تشيلها. الكل يجمع يا استاذ ابراهيم، اللي خرج من الاهلي واللي فضل في الاهلي واللي لعب ضد الاهلي واللي كاتشن ضد الاهلي واللي ما بيحبش الاهلي، كل انسان منصف وساوي قال لك الاهلي اسباب نجاحه ايه. لا قادرين دلوقتي يتكلموا في تحكيم ولا يتكلموا في دوله ولا يتكلموا في سحر ولا لا، السحر ده في حته ثانيه. يعني الفتره اللي فاتت ايام الصفقات انا سالت ناس كتير قوي، انتوا ليه بتحبوا المهندس عادل القيعي؟ هل عشان هو مهندس صفقات ولا عشان هو كان مدير عام النادي ولا هو عشان متحدث رسمي؟ لقيت نفسي انا بجاوب على السؤال ده، بقول احنا بنحب حضرتك لسبب واحد بدون اي رياء ولا نفاق، هو اخلاصك التام وتفانيك في عملك طوال مدتك في النادي الاهلي ودفاعك المستميت حضرتك والاستاذ ابراهيم عن النادي الاهلي بدون الغرض من اي منصب ولا مال، مع ان حضرتك كنت ممكن تحقق اداء قوي في اي مكان تاني. فده هو المقياس والمعيار الحقيقي لحبنا لك، لا بصفقه راحت ولا بصفقه جت. الحمد لله واشكرك. شكرا لك على دماغي، وده حب من قلبي بدون ما قبلك، وكنت اتمنى في يوم ان اكون لاعب كره واجلس قدامك عشان اوقع فري. بس كنت هتدوخني يا وائل ولا كنت هتمضي على طول؟ لا يا فندم، لا كنت هموت بينك وابوس بيك قبل ما اوقع. ربنا يخليك، ربنا يخليك. فندم بخصوص نقطه ثانيه عشان ما اطولش، انتوا حضراتكم بيبقى لكم فتره بتتكلموا على حته احنا كل المحللين بيشيدوا بالنادي الاهلي، ولكن في نفس الوقت مع اول انتصار بعد الشر او اي تعادل هيتم التهميش. بالزبط. فانا جات لي فكره واقتراح، يا ريت حضرتك بعد اذنك تاخده شويه بعين يعني ايه التدبر. انا فكرت في حاجه اسمها قصه كفاح وبطوله. احنا داخلين على الدوري ال40، ايه المانع اللي احنا ممكن نعمل للناس دي في دي او سي دي عليها كل دوري ويتباع بمجله فيها كل بيانات الدوري، الناس كمان مشتاقه تتفرج على اجيال النادي الاهلي. مالكش حجه ابراهيم اهو. فرقه الكابتن مانويل جوزيه وبركات ومصطفى عبده وكابتن الخطيب، احنا ليه نقعد قدام القناه نتفرج على ماتشات زمان؟ انا عاوز ده يكون متاح للجمهور. العائد يا فندم منه مش مادي بس، عائد للجمهور، عائد وتوثيق للبطولات، عائد وتوثيق للاعبين. اقتراح اقتراح يستحق ال هتلاقي باذن الله تعالى زي ما انت قلت في في لفظ دقيق جدا، وباذن الله اظن الاستاذ ابراهيم يسعى باذن الله هتلاقي من خلال مجله الهلال حاجه مهمه زي كده يا وائل.
شكرا ليك. معانا مسعد من مطروح. يا استاذ مسعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ مسعد. باشمهندس عدلي زي حالك؟ اهلا بيك يا حبيبي. الله يبارك فيك. السنه طيبين. انت طيب. صحه وسلام. ومبروك الدوري. على فكره انا زملكاوي. اهلا بيك. الدوري لا ما تبارك لناش لسه. احنا نقول ماشيين بخطى كويسه باذن الله. انا عندي طلب غريب شويه. اتفضل. عندي علي عنده 8 سنين واهلاوي، مع ان انا زملكاوي وبغصب عليه ابن زملكاوي. عايز تيشيرت النادي الاهلي الاصلي، ممضي من الاستاذ عادل من الباشمهندس عادل القيعي. يا دعنينا له، بس هتستلمها ازاي دي المهمة؟ هتيجي القاهرة؟ انا في مطروح، يعني شوف والله يعني اي وقت تنزل القاهرة اتصل بينا. اتصل بينا وهيدوك تليفوني تتصل بيا وانا هجيب لك اللي انت عايزه. الله يبارك فيك. لان بس أنا عشان ايه؟ عشان انقذ ابنك من مصيرك. والله يا باشمهندس دي دعابه طبعا يعني، لكن في كل الاحوال عشان ما تاثرش عليه. والله بغصب عليه يبقى زملكاوي. والله مش راضي يا باشمهندس. لا والله انت زملكاوي ولك الفخر، زمالك نادي كبير جدا، نادي بيسعد جماهيره، والحقيقه ان احسن شيء في نادي الزمالك الحقيقه يعني جماهيره المتمسكة بيه، واللي ساعة ما بيحتاجها بتطلع وتظهر كثافتها. كل التوفيق ليك ولنادي الزمالك، وربنا يخلي ابنك الجميل يظل اهلاوي ومالكش دعوة بيه بقى. ماشي يا فندم، الله يبارك فيك، ألف شكر يا فندم. شكرا يا أستاذ مسعد. أبو معاذ من إسنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. زي حضرتك يا أستاذ إبراهيم. أهلا بيك يا أبو معاذ. بنمسي على حضرتك وعلى الباش مهندس ومنورين الدنيا كلها. شكرا ليك. خليك يا ابو معاذ. انا عندي شويه رسائل سريعه احب اوجهها عشان نخلي كل واحد يتحط قدام المسؤوليه بتاعته ويحس بقيمه الشيء اللي هو بيقوله. المهم مفيش يعني خروج. لا 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 يا فندم. لا اتفضل يا ابو معاذ. زي ما تعودنا يا باشمهندس وتعلمنا من حضراتكم نوجه الرسالة بمنتهى الاحترام. تفضل يا حبيبي. اول حاجة انا رسالتي للاخوة الاعلاميين اللي متابعينهم الفترات اللي فاتت، الهجوم الشديد اللي ملوش اي مبرر على مجلس ادارة النادي الاهلي. ده هو ليه مبرر الحقيقة يا ابو معاذ. هو ليه مبرر؟ تأكد كل ما يحصل نجاح في مشروع كبير هتلاقي كده، هتلاقي الرد ده هتلاقيه موجود، فعايزين نتعود عليه ونحطه في حجمه الطبيعي. نشتغل 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 بالظبط. احنا متفاهمين ده تماما. على فكره انا واحد من الناس اللي مبسوط جدا ان الناس اللي هي ضد النادي الاهلي او المنافسين اللي هم للنادي الاهلي فكرهم بالطريقه دي، ان النادي الاهلي بيكسب بالحكام، ان النادي الاهلي مكاسبه دايما بالمجاملات، ان النادي الاهلي بطولاته مش عارف ايه، ان المشاريع اللي بتتعمل دي فنكوش، ان مش ده كله انا مبسوط بيه، لان ده دليل ان احنا في حته ثانيه والناس دي مش هتلحقنا، احنا ماشيين في اتجاه وهم في اتجاه ثاني خالص. فانا تفرغوا للكلام وتفرغنا للعمل. بالظبط يا باشمهندس، دي نقطه مهمه واحنا مبسوطين بيها. انما الشيء اللي انا يعني شايف انه هو قمه الغرابه، يعني مشروع بالضخامه دي وحلم لجميع الاهلاويه، بل بالعكس ده منشاه هتبقى فخر للمصريين كلهم. ازاي يبقى الهجوم الغريب ده عليها؟ على الاقل يا سيدي انت بتكره النادي الاهلي، طب بتكره الوطن بتاعك؟ ده درجه تخيل كراهيتهم للنادي الاهلي زادت عن حبهم للوطن. يعني عشان كراهيه الاهلي كرهوا الوطن، مش عايزين اي حد يساعد البلد حتى في سبيل ان هم ما يبقاش الحاجه دي في النادي الاهلي. والحمد لله ان النادي الاهلي دايما من فضل الله هو اي شيء بيتعمل في البلد او اي رياده بتبقى للنادي الاهلي. النشاط اللي احنا شايفينه، انا بهني اول حاجه وبشكر الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي اتحطت قدام مسؤولياتها وقدرت ان هي تجيب مجلس اداره حقق جميع طموحات النادي الاهلي، واللي اتعمل في 3 شهور في ناس ما عملتوش في 3 سنين. ومع الفارق ان في مجالس ادارات ثانيه لحد النهارده ما اجتمعتش ولا اجتماع
ونائب رئيس النادي بيمنع من حضور ماتشات وبنشوف الناس عادي. احنا مالناش دعوه بغيرنا، ما انت ماشي كويس، خلينا في نفسنا. لا انا اقصد يا باشمهندس. ايوه انا فاهمين قصدك، بس خلينا في نفسنا. انا اقصد ان الخطوات السريعه اللي ماشي بيها مجلس اداره الاهلي يعني هي اللي عامله اللغط اللي حاصل ده. الناس دي مش متخيله ان المجلس هيعمل كل الشغل ده بالسرعه دي، ولكن احنا من البدايه كلنا ثقه كنا في الكابتن خطيب والمجلس بالكامل، وشكر كبير ليك يا باشمهندس انت والاستاذ ابراهيم اللي دايما كنتوا بتوعوا الناس وخليتوا الاهلاويه دايما يبقوا قدام مسؤوليتهم وازاي يحموا ناديهم. وبفضل الله اللي جاي انا متوقع ان باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله النادي الاهلي هيشوف حاجات من خلال اللي احنا شايفينه ده، حاجات كلنا كنا بالنسبه. والله يا ابو معاذ انت راجل مرتب منظم، والحقيقه يعني نموذج جميل للرياضي والاهلاوي. نشكرك جدا جدا. الله يخليك يا باشمهندس. الله يخليك يا فندم. شكرا يا ابو معاذ. اتفضل يا فندم. شكرا. طيب لاعب يستحق كل التحيه، لاعب لازما تتر خلال القبعه. مين اتكلم عنه؟ مين هو؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نناقش هذا اللاعب الذي يستحق منا جميعا ان نرفع له القبعه، خلينا نقول بعض مساهمات حضراتكم على صفحه البرنامج على الفيسبوك. كان السؤال على صفحه القناه: مع الاعلان عن المشروعات الكبيره هل تشعر ان الاهلي مستهدف ولا لا؟ ده سؤال اتوجه لحضراتكم. بعض المشاركات: احمد جابر قال اكيد طبعا، لان العين ما بتكرهش الا اللي احسن منها. يونان عزيز قال الاهلي فوق الجميع، وطول ما احنا ايد واحده محدش يقدر على الاهلي باذن الله. كان المفروض المشاركات حضراتكم تظهر. محمد بركات قال لا، لانه ملوش منافس نقدر نقول مستهدف، لو ليه منافس في انجازاته وبطولاته. بنت الاهلي قالت هكذا تكون الاساطير دائما تحت النظر، الاهلي فخر لمصر داخل والخارج، واكتر فريق بيلعب كوره حتى لو مش بتشجعه يلفت نظرك وتشيد بالاداء، دايما في نجاح وتالق مكسب او خساره، نتشرف ان احنا بنشجع الاهلي. دودي احمد مستهدف جدا وبطريقه مستفزه، مش عارفين نلاحق على مين ولا مين، بس يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المستشار التهامي قال بالطبع مستهدف، ممن لا يريدون الخير لنادينا الاهلي العريق. احمد درويش قال طبعا الاهلي مستهدف، وخاصه مجلس الاداره اللي فيه ناس بتتلكك على اي حاجه وعايزه تطلع المجلس غلطان وخلاص. محمد ابراهيم قال الاهلي دايما مستهدف، تحس ان جميع الانديه عينيها على الاهلي، مع ان الاهلي اكتر حاجه بتفرح الشعب المصري والله بكل اطيافه. انا ليا صديق زملكاوي مغترب بيقول لي لما الاهلي بياخد بطوله قاريه بحس بالفخر، الاهلي اسطوره الاساطير مفيش في القلب غيره، 74 شهيد في القلب. محمد الامير قال يا ريت اعرف استاد الاهلي هيتم بناؤه امتى. استاد الاهلي ضمن مشروع مدينه الاهلي العملاقه الكبيره، المدينه الرياضيه، اللي في اقرب فرصه باذن الله تعالى خلال الايام القادمه سيتم الاعلان عن كل التفاصيل الخاصه ببدء العمل في هذا المشروع العملاق. عندك اضافه؟ عندي اضافه ان طالما ان ده رايكم فتنبهوا. ايوه. طالما ان خلاص الاغلبيه شايفه ان في استهداف يبقى لازم نتنبه، لان الاهلي ما تشجعوش وهو كويس. هو كويس يا سيدي خلاص. ايوه. انما لو جاله شويه برد عايزك بقى تثق فيه انه يقوم تاني، مش تملي نبقى كده رد فعل مودي يعني مزاجنجيه وهو حلو كل صوره ورديه، بمجرد ما يحصل شيء او واحد يشوط شوطه تهدد مرماك تحس بالخطر قاتل. خليك واثق ان الاهلي في تاريخه كله ما اتعملش غير لان في ضوابط وثوابت واداء، وده كان
خلافنا الوحيد مع الناس اللي كانت شايفه ان ده كلام ملوش قيمه، لا ده كلام له قيمه، وهو الذي يعني اكد على عظمه الاهلي. كلمه الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم، بقت تيمه تتعمل في الاعلانات دلوقتي، بيركبوها في حاجات تانية لانها بتلخص جدا جدا معنى عظمه الاهلي. واحد من اللعيبه اللي استحقوا انه ياخد لقب مهم في تاريخ النادي الاهلي، احنا بنحتفي ونحتفل باللاعبين الجداد، بنفرح ونبتهج بالصفقات الجديده على الاقل في سباق الصفقات، لكن كتير لما ما بناخدش بالنا من لاعب قلت لكم قبل الفاصل يستحق ان نرفع له القبعه، حسام عاشور. حسام عاشور يا جماعه يحقق من الارقام القياسيه في تاريخ الكرة المصرية عامة ما يمكن أن يصل به إلا مصف العالمية بجد. حسام عاشور بإذن الله تعالى يكمل في الملاعب 3-4 مواسم كمان في ظل نجاحات الأهلي وبطولاته، هياخد لقب اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم، وساعتها أعتقد هيكون ده رقم أو رقم كبير ذهبي يستحقه هذا اللاعب. حسام عاشور مواليد 86، يعني بنتكلم في 32 سنة. لسه ما تمش 32. واحد من ناشئي النادي الأهلي، تربى في مدرسة الكورة في النادي، لعب حتى الآن للأهلي 464 مباراة. كنت دايما وأبدا أداعب الكابتن أسامة عرابي إنه هذه خشبة هيكسر لك الرقم، هذه خشبة كسر رقم الكابتن أسامة عرابي. أعتقد كان أسامة عرابي عنده 379 مباراة فيما أذكر، جه هادي خشبة تقريبا عدى الرقم ده بكتير وكسر حاجز ال 400 فيما أعتقد برضو أو أفتكر. حسام عاشور عدى الكل بين كل لعيبة الكرة في مصر. حتى الآن لعب حسام عاشور 464 مباراة رسمية، 464 مباراة لهذا اللاعب. ما اعتقدش ان حد من حضراتكم يفتكر مرة حسام عاشور عمل ازمة في الاهلي او اراله تصريح او دخل في مشكلة او اثار خناقة او اعترض على حاجة او ظهر في سلوك غير رياضي. ما اعتقدش ابدا حد ظبط حسام عاشور متلبس في سلوك غير رياضي او صادر عنه لفظ او اداء غير رياضي، ودي القيمة اللي خلته يعيش كل هذه السنوات ويشارك في كل هذه المباريات غير باللعب ويحظى باهتمام وتقدير وانصاف كل المدربين اللي دربوا النادي الاهلي منذ صعده مانويل جوزيه للفريق الاول. لعب حسام عاشور 464 مباراه، منهم 269 مباراه في الدوري و34 في الكاس و10 مباريات في كاس السوبر و100 محسوبه النهارده ولا ما اتحسبش؟ النهارده لا، ما هو ما شاركش و139 في بطولات الانديه الافريقيه و11 مباراه في كاس العالم للانديه. انت كنت جاي في الطريق، ومباراتين في البطوله العربيه. انجاز رقمي ذهبي جدا. نشوف الاول في هذا التقرير الصوتي عاشور قلب الاسد. من الباب العالي حجز حسام عاشور مكانة خاصة في قلب التاريخ الأهلوي، وبموهبته المبكرة فرض نفسه على كل المدربين في النادي، وبقدراته الفنية لقبوه بالمسمار وقلب الأسد. يا له من لاعب رائع، قلما جاد الزمان بمثله. عدد مبارياته 464 تزيد عن مشاركات نجوم كثيرة في تاريخ الكرة المصرية، وعدد بطولاته 33 تزيد عن عمره 31 عاما، بل عن عدد بطولات أندية كثيرة مجتمعة. ولم تتوقف أرقام حسام عاشور عند محطته المحلية، بل شق صفوف العالمية حتى لم يعد يفصله عن اللاعب الأكثر تتويجا في العالم سوى 4 بطولات فقط. هو عاشور عاشور عاشور، كم خفقت له القلوب، وكم صفقت له الأيادي، وكم هتفت له الحناجر. يشهد له المنافس قبل الحبيب، يعشقه كل مدرب وزميل. لم نسمع له عن مشكلة مع إدارة أو مدرب أو زميل أو منافس أو حتى مشجع
منذ صعوده إلى الفريق الأول في 2003. أهدافه قليلة لكن عطاءه أكثر. ارتوت بعرقه ملاعب مصر قبلي وبحري آسيا وأفريقيا، ولا زال العطاء أنهارا متدفقة عن العشق والهوى. أتحدث باشمهندس حسام عاشور، عمرنا ما سمعنا انه بيضغط بزايد. ما تفتكرش انت جددت له امتى؟ ما انا بسالك في الفصل. المساله ماشيه معاه اوتوماتيك، اللي بيقوله له النادي الاهلي خلاص. وعمر الاهلي ما ظلمه. لكن هو لاعب متصالح مع نفسه، قانع وعارف انه كده مرضي وكويس ومية مية، عشان كده ارقامه عامله كده. لا خرج ودخل ولا ما بيلعب في الاهلي لحد ما هيبطل، واخد بالك؟ بين اللي ما يبطلش قبل ما يحقق احلامه في الاكثر تتويجا. طب انا هقول لك احلامه، لانه ده لقب لازم احنا نعيش معاه عليه. يعني حسام عاشور بالارقام عنده 33 بطوله معترف بها من الفيفا، 10 دوري، 3 كاس سوبر مصر، 9 سوبر مصري، 5 دوري ابطال افريقيا، 5 سوبر افريقيا، 1 كونفدراليه افريقيه. دول 33 بطوله كلها حققها بفانيله الاهلي، فيصبح اكثر لاعب في مصر تتويجا بالالقاب بعد ان تخطى رقم وائل جمعه اللي اعتزل وهو عنده 30 بطوله مع الاهلي. وائل جمعه جه الاهلي في 2001 حقق 30 بطوله. حسام حسن توج ب 36 بطوله، لكن فيها بطولات بره النطاق الدولي، يعني بره مظله الفيفا. حسام عاشور 33 بطوله من البطولات المعترف بها من الفيفا. ايه اللي معترف بها من الفيفا؟ يعني حسام عاشور مش داخله له القاب عربيه، حسام حسن عنده القاب عربيه، فالالقاب العربيه ما هياش داخله ضمن مظله الفيفا. حسام حسن عنده 36 بطوله، فيهم سوبر عربي ونخبه عربيه والمصر السوبر المصري السعودي مع الاهلي، لكن البرازيلي ماكسويل لاعب باريس سان جيرمان هو ده الهدف بتاع حسام عاشور. ماكسويل الاكثر تتويجا في تاريخ القاره الاوروبيه، عنده 37 بطوله، ف بيتفوق على ريان جيجز الانجليزي، داني الفيش البرازيلي، وانيستا وبعد كده عاشور بيختلف عن ماكسويل البرازيلي في انه الاخير حقق بطولاته في عده انديه، يعني ارتدى اكثر من فانيلا سواء في البرازيل او هولندا او ايطاليا او اسبانيا او فرنسا. كان ابرزها مع برشلونه بتحقيقه 10 بطولات مقسمه بين الدوري وكاس الملك الاسباني ودوري ابطال اوروبا وكاس السوبر الاسباني وكاس السوبر الاوروبي وكاس انديه العالم، قبل ما ينتقل الى باريس سان جيرمان في 2011، حيث حقق 14 بطوله في الدوري وكاس الرابطه الفرنسيه وكاس فرنسا وكاس الابطال. داني الفيش وزلاتان ابراهيموفيتش الاكثر المتنافسين من اللاعبين الحاليين مع حسام عاشور على هذا اللقب العالمي. هنلاحظ انه على مستوى الفوز بالالقاب مع نادي اخر، عاشور بيواصل زحفه نحو القمه بالتنافس مع جيجز، عنده 35 بطوله. كل الامل انه المرحله القادمه جيجز ما فيش فيه مشكله لانه بطل. انما اللي ما بطلوش زي داني الفيز وزلاتان ابراهيموفيتش، دول الخطر. بدا الاعلام والصحافه تهتم بهذا المجد العالمي الفريد اللي بيقترب منه حسام عاشور، فقالت الشروق عاشور يدق ابواب التاريخ، 4 بطولات فقط تفصل كابتن الاهلي عن لقب اكثر لاعب تتويجا في العالم. حسام عاشور يستحق من الناس كلها اللي بتحب الاهلي ان تدعمه وتسانده وتفضل دايما وابدا قدوه حريصه على دفعه، لانه فعلا شيء رائع جدا انه يبقى في لاعب مصري هو الاكثر تتويجا بالبطولات في العالم. الموقع الرسمي للنادي الاهلي ايضا اهتم بمنافسه حسام عاشور وقال 4 القاب فقط تفصل عاشور
عن الأكثر تتويجا في العالم. حسام عاشور قال للموقع الرسمي في النادي: أتمنى الحصول على لقب الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم. وأوضح أن أولى أمنياته الشخصية منذ أن أصبح كابتن للنادي الأهلي بشكل رسمي هو استمرار حصوله على البطولات مع الفريق حتى يتم تتويجه بهذا اللقب كأكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تتويجا في العالم. لا سيما أن هذا الحلم بات قريبا ولم يعد يفصل عنه سوى 4 بطولات فقط. لكن عاشور قال أيضا للموقع الرسمي أنه دوري مع اللعيبة لا يختلف بعد ارتداء شارة الكابتن. عايز أقول له خلاص حسام رجع حسام غالي وارتدى شارة الكابتن يا عاشور، فركز بقى في احتفاظك بلياقتك عشان تستمر بإذن الله تعالى في تحقيق هذا اللقب. نقدنا الرياضي الموثق والمؤرخ الدكتور طارق الأدور في عموده في الجمهورية تحدث عن عاشور أسد في الأهلي وفي المنتخب نعامة، وبيتكلم عن المفارقة إنه الراجل بيقول طارق الأدور منذ أكثر من 1300 سنة كتب الشاعر عمران بن حطان وهو أحد شعراء الخوارج بيتا شعريا أصبح فيما بعد من الأمثال الشعبية، وهو أسد علي وفي الحروب نعمة. وهذا المثل بيقول طارق الأدور إنه بيعبر عن شخص يعني التناقض بين أمرين، وهذا هو حال حسام عاشور نجم الأهلي وكابتن الفريق، لكن الأمر لم يكن بإرادته. لم يتعرض لاعب لظلم إعلامي وفني في تاريخ الكرة المصرية بقدر ما تعرض له حسام عاشور في سنوات لعبه. وبيقول طارق الأدور إنه حددت الظلم الإعلامي والفني لأنهما أكثر العناصر التي تعرض فيها اللاعب الملقب بالمسمار، رغم أن أرقامه تدل على أنه من أكثر اللاعبين عطاء ربما في تاريخ الكرة المصرية. عاشور ظلم إعلاميا لأن الأضواء لم تسلط عليه بنفس القدر الذي سلطت فيه على لاعبين أقل مستوى كثيرا منهم. ويتحدث بيقول يعني الملاحظ أنه كمان بعيدا عن المنتخب رغم كل هذه الألقاب ورغم كل هذه الأرقام، وده اللي خلاني أنا مرة قلت يعني حسام عاشور مش ناقص إلا ياخد الجنسية المصرية عشان ينضم لكاس مصر، عشان ينضم المنتخب مصر. أعتقد جهاز المنتخب لازم أن يكون حريص على منح حسام عاشور يعني الجنسية المصرية. شوف بقى كل النقاد لما يطلعوا يتكلموا يقول لك عبد الله السعيد ملوش بديل وحسام عاشور ملوش بديل حتى الآن. طيب أما هم ما لهمش بدلاء، إيه قصة إن حسام عاشور ما يلعب؟ إنني يعني يمكن الميزة الوحيدة يعني عنده قدرة النشوط، واخد بالك، أكتر من عاشور، لكن 100% الانضباط ان اللعيب التكتيكي عند عاشور اقوى طبعا. فانت خليه ينافس يا سيدي، خد معاك لعيب ينافس، مش على طول قوالب جامده قوالب جامده قوالب جامده، ده شيء غريب جدا يعني. طيب اذا كان طارق الأدور شايف انه الاعلام ظالم عاشور، هل الجمهور شايف ان عاشور فعلا مظلوم؟ نشوف هذا التقرير. حسام عاشور في كرة القدم يعني لاعب لا يقدر بقيمة، من أساطير النادي الأهلي، من أساطير الكرة العربية، من أساطير الكرة العالمية. يكفي أنه لاعب بقيمة 33 بطولة، بقيمة أندية بالكامل. حسام عاشور كإنسان إنسان مجتهد جدا، الأهلي كل حياته على فكرة. حسام عاشور في لاعب الجيل الموجودين هو اللاعب الذي لم يترك الأهلي منذ أن تم تصعيده للفريق الأول في 2004. لعيب كان المفروض من بدري قوي يكون في منتخب مصر. أنا أطلقت عليه مسمار خط النص، ودي فعلا يعني إنه حسام عاشور لما بيغيب عن النادي الأهلي بتحس إن في حاجة ناقصانا. كابتن حسام عاشور من يعني من أفضل اللعيبة اللي جت في الأهلي، يعني مش إحنا اللي هنتحدث عن إنجازاته مع الأهلي، هو اللي بينت كده. الراجل من اول دقيقه في الملعب لحد اخر دقيقه هو مميز جدا، بيموت نفسه في كل كوره، ده كافي ان هو يفضل في المكان ده. العدد البطولات اللي شارك فيها افريقيا في سوبر، مش عاوزه يعني السؤال مجاوب على نفسه، مش محتاج سؤال على حسام عاشور. ربنا يبعد عنه الاصابات اليومين دول، وهيدي اكتر من كده كمان، لاني
مخلص للنادي الاهلي حسام عاشور. طبعا كابتن حسام عاشور يعني تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي بره الملعب وفي الملعب، بره الملعب قبل جوه الملعب كمان، يعني عمرنا ما سمعنا ان كابتن حسام عاشور سبب اي مشكله لاي حد يعني. والله كابتن حسام عاشور ده بيعتبر بالنسبه لنا احنا من اكثر اللعيبه التزاما في الملعب، عشان كده ربنا بيديله واداله يعني ان هو يوصل لمرحله ان هو فاضل له بطولتين او ثلاثه ويبقى اكتر لعيب في العالم حقق بطولات مع ناديه، دي حاجه مش سهله، لازم يكون في وراها تعب وعرق والتزام عشان يقدر يوصل للمكانه دي. حسام عاشور من احسن الدنفرات اللي في مصر وابن النادي ومن الناشئين، وبيلعب وهو عنده 18 سنه في الدرجه الاولى، ولعيب جامد قوي، ولحد وقتنا هذا النادي الاهلي مش عارف يجيب بديل لحسام عاشور، لان فعلا لعيب جامد ولعيب يعني صاحب بطولات وصاحب انجازات، جايب 33 بطوله. طبعا كابتن حسام عاشور مثال كبير طبعا، وبيكبرنا كلنا باحترامه، لان كل المديرين الفنيين اللي بيجوا بيبقى هو من اساسيات التشكيل، سواء مدرب اجنبي سواء مدرب مصري، هو من اساس التشكيل حسام عاشور اول واحد ينزل الملعب، فده اكيد هو بيعمل حاجه، اكيد في التزام عالي منه، اكيد في احترام، اكيد في مقدر حجم تيشيرت النادي الاهلي، من صغره متربي على البطولات، متربي يعني هو لسه كملش 30 سنه ومعاه 33 بطوله، فيعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني ربنا يزيده. ده المسمار بتاع النادي الاهلي اسمه ما شاء الله 33 بطوله تقريبا، بطولاته عدت سنه. الوحيد اللي في المكان ده النادي مش النادي الاهلي مش عارف يغيره، مش عارف يجيب حد مكانه. ان شاء الله اول بطوله، بطوله السوبر هو اللي يرفعها، دي كانت حاجه كويسه جدا، واظن انها كانت دافع ليه اكبر وحاجه ليه للمستقبل. طيب الجدول بمباراه الاهلي المقاولون اليوم، كل الفرق استكملت ال 12 ال 22 مباراه بتاعتها، ومن هنا نستطيع ان نضع المقياس الحقيقي للترتيب الواقعي. انه ليه الاهلي اقناع وامتاع؟ الاهلي اقناع اولا لانه استطاع ان يكون صاحب اكبر عدد من مرات الفوز اللي هو 18 من 22. شارب هيبخل عنك بالجدول برضو؟ ما تحط جدول يا عم، عشان بعدين الاسماعيلي 13 من 22 والمصري 12 من 22 والزمالك 10 من 22. الاهلي اقل الفرق تعادلا ثلاث مرات بس، الاهلي اقل الفرق خسارة مرة واحدة. طب تعالى بقى نترجم ده الاهداف، أقوى هجوم بخمسين هدف، تاني أقوى هجوم بعديه بستة وتلاتين هدف اللي هو المصري البورسعيدي، لأ المقاصة بسبعة وتلاتين، بس كمان المقاصة داخل فيها أربعين جون، يعني جايب سبعة وتلاتين جون ها وداخل فيها أربعين جون، فالأهلي بخمسين، لأ الفارق بينه وبين التاني مثلا 16 هدف، بينه وبين الثالث 14 هدف. المقصة وصيف الدوري السنة اللي فاتت داخل في 40 جون، أضعف عليه دفاع سالب. عليه سالب أضعف أيوة يعني أضعف دفاع في الدوري. لا يعني يبقى جايب 37 جون وجاي فيه 40. أيوة ما أنا بقول لك أضعف دفاع في الدوري. لا وأنت كنت يعني، وكانت الناس بتتحدث عن مستوى مدافع المقصة لا في سوق المركات. ما هو ده أنا يعني دي احيانا انت برضو. هو قال لك اداؤه كفرد او فردي ها، يمكن عشان كده الاهلي خدوا لعب مع اتلتيكو مدريد عشان يشوفوا داخل منظومه الاهلي حبه، بغض النظر على اسماء، لكنه انا لا ده هي ملاحظه كبير. ملاحظه جديره طبعا. المقصه فريق والسنه اللي فاتت داخل دوري ابطال افريقيا حبيبي، السنه اللي فاتت نفس الملاحظه برضو دفاعه كان كده، فالاهلي افضل هجوما بخمسين هدف وافضل دفاعا، افضل دفاع ب 12 هدف، اللي بعديه على طول 17 هدف، اذا فارق الاهداف 38 هدف. لا ده في رقم تاني له دلاله. ايه؟ هجوم الاهلي ضعف الزمالك. الزمالك 25 يعني مع كل الحديث عن صفقات الزمالك الهجوميه والناس تقول لك عنده افضل لعيبه في مصر والزمالك جاب احسن صفقات في الدنيا، كل ده كلام نبص فيه على الارقام،
نلاقي الاهلي جاب 50 جون الزمالك جاب 25 جون. ما خلاص انت الضعف. ما تقارنش نفسك دلوقتي الا لا بنفسك. ما هو الرقم له دلاله. انت بتتكلم على دبل سكور. الدبل سكور ده رقم خيالي. يا اخي دلوقتي مين اللي وراك؟ مالكش دعوه دلوقتي بالزمالك. اللي وراك الاسماعيلي هو ده. حتى الاسماعيلي 34 هدف. 34 والمصري 36. طيب انت اكتر من الاسماعيلي ب 26 هدف. لا يعني 26 16 هدف برضه رقم. ما رقم كبير بين الاول والثاني يا حبيبي. كويس. ما عشان كده انت لوحدك. اما الناس بتقول انت لوحدك ليه؟ يعني انا مش عايز بس نقعد نقر على الاهلي بقى. و57 نقطه بفارق يعني انا اللي عايز 12 نقطه عن ده. ان الاهلي ثم في حته ثانيه لوحده الاهلي. اه ثم من الثالث من الثاني لحد الخامس في صراع منحصر من 35 ل 45 نقطة. وبعدين من السادس لحد السادس 7 8 9 10 11 لحد ال 11 من 32 ل 28. وبعد كده الفرقة بقى عندك هنعتبر 26 من 25 ل 20 دي مجموعة منهم فرقة هتنضم للفريقين الاخرانيين اللي هو النصر والرجاء. دول ما عندهمش فرص تقريبا يعني. انما طنطا ووادي دجله والاتحاد السكندري ما هماش يعني لازم يلحقوا نفسهم ان يخشوا في المنطقه الدافئه شويه. وقلنا لحضراتكم الاهلي يوم الاثنين القادم ان شاء الله هيكون مباراه العوده له مع المقاولين. هو متصدرنا خميس واثنين. اه عايزين نشتغل مره في ميعادنا. الاهلي الاهلي والذئاب مع ملك وكتابه نفس الميعاد. الماتش 6 ماتش 6 يبقى نشتغل في ميعادنا بقى باذن الله. نلتقي في موعدنا القادم ان شاء الله. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.